سبان تاع رب العالمين. احنا البلاد مسلمه، واش هذه البلاد هذه؟ الجوار ملي يدخلوا هما كمشة يسبوا له في مهم لي بدا الماتش حتى الاخر. دري صغار هنا ما يترباوش، هما يسبوني ويطيحوا لي بيما. انا يما ما راهش لعب معاهم هنا. تسمع اللاعب يسبوا لي يما، تسمع الشاب يسبوا لي يما، واش وين انا رايحين؟ وين انا رايحين؟ اللي عنده في داره ولادو ما يباتوش في الدار، اللي عنده مرته تضربه، يجي للستاد باش يسبوا واحد، يسبوا انترينور، يسبوا اربيت، يسب. نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، انا يما نقيه وصالحه وشريفه، جبت راجل. اللي يجي يسبوه كان بعض الفئه يعني قعدت لها من الصباح لليل وفي الستاد، تجي صباح تصيبو، تجي عشيه تصيبو، غد من ذاك تصيبو، في الليل تقريبا تدخل داركم تصيبو، كارثه الكوارث. ولا الوالده تاعي نسامحك لاني اخترت هذا الميتي اللي ديما يسبوك في الملاعب، يعني نتاسف عليه كثير. وانا جبت سباب سبان الباب يما، نطلب صباح ال نطلب سماح بابا ويما اللي هم في القبر، وانا جبت لهم السبان. هذا هو اللي ما نسواش، هذا مكتوب ربي، هذا هو الجوال في الجزائر. ما تسنى منه كل شيء يسبوه، نورمال كل شيء يفوت في الدنيا. ايه هما دوك ما يحسوش على سيبورتور، بصح كي دخلت كل واحد يسبوه بيما فما يحس مليح. بصح معليش راني مسامحهم. كي نكون رايح نلعب ماتش، كي نجي خارج جيت تسلم عليا، تجي تسلم عليا وتدعي لي تقول لي راه يا رب يا وليدي ربي يوفقك ان شاء الله، انت وليكيب تاعك تربح وان شاء الله تولوا فرحانين. سي مؤسف اليوم ماتش كومبلي هما يسبوا فيها، عيب. علاه؟ واش دارت لكم الام باش تسبوها؟ علاه؟ ياك ماهيش تلعب. الام عزيزه والله ماني سامحها، نوكل عليهم ربي. عنده مشكل في الدار، يجي يفرغوا في الستاد، يجي يسب لي جوار. وكاين انا صحابي يدخلوا الستاد كيقولوا لهم ملي راكم تسبوا يقولوا راني مسلك باش نسب. ملي تدخل وتسب تسب لي فيما ما نقبلهاش. للأسف هذا هو حال كرتنا المريضة، حالة ملاعب وجدت للمتعة والإثارة، لكن وللأسف تتحول هذه الملاعب في الكثير من الأحيان إلى أماكن تشتم فيها الذات الإلهية والعياذ بالله، وتشتم فيها الأمهات الأحياء منهن أو الأموات. ما هو العنف اللفظي؟ ما مدى تأثير العنف اللفظي في المحيط الكروي؟ ما هي أسبابه وسبل الحد منها؟ أسئلة سنحاول الإجابة عنها بحول الله في هذا الروبورتاج. العنف اللفظي ظاهرة تفشت في ملاعبنا بشكل رهيب في الآونة الأخيرة، بل أصبحت عادة، عادة قبيحة بشعة، بشعة الألفاظ البذيئة التي يتفوه بها مختلف الفاعلون في الملعب ومحيطه. هو عبارة عن تعبير عن أحاسيس، تعبير عن أفكار، تعبير عن مشاكل يستعملها يعني الشخص، ويستعمل طبعا هذيك المصطلحات تكون دولة في المجتمع ديالو، مش حاجة جديدة يعني يشوفها يعيشها ويعبر عليها بطريقة. طبعا هذا المصطلح عن طريقة يعني اللفظ هذايا، ويكون لفظ عنيف. العنف اللفظي ماهوش خاص بالملاعب، لكن الشدة تاعو أكبر في الملاعب. لأش؟ لأنه كاين حضور جماهيري، تجمع شبابي، هذاك التجمع الشبابي يعطي لها دفع أكبر. لأنه في السابق كان هناك عنف لفظي محصور عادة في الأماكن التي يجتمع فيها شباب، منها الملاعب كانت معروفة الظاهرة، لأنه كان العنف اللفظي هذا كان مراقب في الشوارع، مراقب في الأحياء، كان هناك عملية ردع. علاش كان عملية ردع؟ لأنه أنا ذاك الأسرة كان عندها وسائل، كانت عندها أدوات، مؤسسات المسجد إلى غيره كانت عندها أدوات. مثلا أسرة كانت قادرة تهدد الإبن تاعها بالطرد للشارع، لأن هذا موش متاح. نلاحظ أن الفقه يعني يعرف العنف اللفظي على أنه يعني جميع أي يعني كلام يصدر من عند إنسان، سواء يتخذ شكل تهديد أو سب أو شتم أو إهانة، فإذا بالتالي يعتبر عنف لفظي. العنف اللفظي في الجزائر هو مفردات خاصة بالآباء، بمعنى المساس بالأب والمساس بالأم، وأحيانا يلجؤون المفردة دينية. لماذا؟ لأنه بالنسبة لها يريدون رد الفعل، فهو الهدف من العنف ليس هو عنف عنفي، هو الدفع
الى رد الفعل حتى تحدث العنف الجسدي. ساعات الظروف المحيطه بالشخص، قد تكون الظروف هي عائله، قد تكون الشارع، قد يكون المجتمع، لان في النهايه استنفينومان سوسيتال اللي هو ياثر على نفسيه هذا الشخص ويجعله ربما يتصرف بالفاظ او يقول الفاظ قد يندم عليها من بعد، لأنه يشعر فعلا بأن ما صدر منه لم يكن حالة من وعي، بل هي حالة من لا وعي، وهو رياكشن أكثر من أنه أكشن، يعني هو رد فعل أكثر منه فعل. مفردة نتيجة ما يسمى بالفرنسية لا لونغ دي بافون، تاع مجتمع الدهاليز. هذا المجتمع الدهاليز ينتج مفرداته، هذه المفردات تسوق وتصبح عامة وتعمم، هدفها ليس المفردة في حد ذاتها أو المساس بالشخص، وإنما دفعه إلى رد فعل. العنف اللفظي راهو نقولوا راهو بكثرة هذه السنوات الأخيرة في المدرجات. سيفري رانا نعانيو منه حنايا لاعبين، وخاصة حراس المرمى، وين نشوف اشاك فون نجيو نديرو لي سيمات نسمعوا العنف اللفظي هذا، وخاصة الأمهات تاعنا اللي أي جزائري ولا أي مناصر عزيز عليه يماه كيما أنا تانيك عزيز عليا. الظاهرة هذه اللي ما تقبلناهاش حنا كلاعبين. هاد الظاهرة أنا نشوفو فيها في الملاعب مالوريزمون تاع الجزائر. الناس ما على بالهاش بلي كاين با مال دو كا تاع لي جوار، كاين ناس ما عندوش يماه، واحد يماه مريضه، واحد يماه ميته، واحد جامي شاف يماه، اون بليس يزيدوا يسبوها لك. سي فريمون دوماج باسكو اون ميريت با واش راهو يصرى هاد في الملاعب تاعنا. العنف اللفظي يؤدي الى العنف الجسدي، والعنف وبالتالي يقدر يروح يعني بعيد، يقدر يضرب يقتل، يقدر يعيق هذاك الانسان اللي ضربه، يصاب باعاقه يعني في 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 جهه من الجهات تاع الجسم تاعو. لهذا الكل من هذا اللسان، هذا اللسان يدخلنا الجنه ولا يدخلنا النار. كاين اللي يدخلوا لجهنم على جال لسانتهم. ظاهرة العنف اللفظي لا تقتصر على المدرجات، بل نجدها على المستطيل الاخضر وفي محيط الملعب أيضا، فالأمر لا يقتصر على المشجعين بل يمتد للمسيرين، اللاعبين، الحكام والمدربين كذلك. حتى اللاعبين نظن باللي كاين الآن لحقنا لواحد المستوى، والموجود حتى لاعبين اليوم يمارسوا هذه الألفاظ البذيئة، والأسف شديد سمعهم الجمهور حتى في الميكرو اللي موجودين. يعني ما وليناش نحكوا على الجمهور، ولينا نحكوا على الجمهور واللاعبين، ولات مشتركه، ولات افه مشتركه بالجميع، وحتى اعتقد المدربين يكونوا التحقوا بالرص. واش معناتها؟ معناتها الاخطر من ذلك انه تولي نورمال. واش معناتها نورمال؟ معناتها تولي لغه التخاطب عند المجتمع. انت تشوف في مقابله وتشوف هذاك اللاعب راح الزميل تاعو ضربه، انت تقول واش بهذا هبل، هو راح توشاه في العرض تاعو، والانسان كي توشاه في العرض تاعو ما عندوش وقت اللي يفكر فيه، ويروح يدير هذاك يعني هذاك العنف ماشي اللفظي، الجسدي. وانت تقول هذا علاش ضربوا؟ كي تكون بين اللاعبين تكون من الفريق واحد ولا من لادفيرسير، جو بونس هذا يكون عدم الاحترام، باسكو واحد اللي محترم روحه ما لادفيرسير ما يسبوش، بالك تداوس معاه باسكو على الماتش ولا الاخر، هو كاش ما يقول انت كاش ما تقول له، مي في كيما يقول لك في تقعد توجور في كره القدم. مي كاين اللي يحبوا يديباسيو لي ليميت، سوا يكونوا جوار يلعب معاك في ليكيب ما يباسي لكش ولا تزعف معاه ولا الاخر، يوليو كلام زايد، هذاك ماشي مليح، هذاك ما لازمش يكون، باسكو تو في دو مال اطون ايكيب ولا المقابله كي تداوس مع لادفيرسير. وكاين دي فوا مع الحكام، اللي الحكام يغلطوا واللاعبين يغلطوا، شفنا حكام يقولوا كلام وشفنا لاعبين يقولوا كلام. لا هذاك اللي يدير لي جاست لي سيبورتور واللي ينقص من القيمه تاع المناصر، هذيك يعني تدخل في قله التربيه. المناصر سبك، انت راك هنا ما تسبوش، عندك مشكل روح ليه للدار وقول له سي محمد انا سبيتني، انا كنت نلعب وكنت انا هذا واش نعرف ندير، قالوا لي لعب دخلت نلعب وهذا هو عارفي، انا ما تسبنيش، علاش تسبني؟ انا ماذا بيا اليوم اموناش 50 ولا 55 كون في عمري نروح نلعب في فريق يعطيني 200 مليون، ما نقولوش لا انا ما نعرفش نلعب،
نلعب نورمال عادي ندي درهم وراني هنايا ديرني رومبلاسون راني هنايا ما تكونفوكونيش راني هنا ما نمونكيش ما تقلعليش دراهم ونجي باسكو انت اللي عطيتني هذه الاموال. وتتعدد اسباب العنف اللفظي بكل انواعه في ملاعبنا من سب وشتم تهديد ووعيد. بعض الانصار ما يتقبلوش الهزيمه تاع الفريق تاعهم يوليو يصبوا الغضب مع اللاعبين ولا المسيرين ولا المدربين وهذه دي فوا النتائج ما تكونش الجمهور يتعصب يعني نورمالمون هذه تاع التعصب ولا يعني العنف اللفظي هذه ما يكونش في الملاعب يعني نورمالمون الملاعب هذه راهي مصر شوفوا يعني الملاعب الاوروبيه الناس يجيو فامي يتفرجوا مقابله مهما كانت النتيجه يعني كواكسوسوا ريزولتا الناس تخرج تصفق وتروح تروح. حنا هنايا مازال ما عندناش ثقافه يتقبلوا النتائج وهذا الشيء يخليهم يندفعوا الى امور اخرى من بينها يعني اللفظ هذا العنف اللفظي هذا اللي نتعرضوا له حنا في الملاعب كثير. انا عشت في تونس جكوني وقت بن عليا جكوني سيدي مينيستر عندهم لا بريسيون اوسي في خدمتهم يحكيوا لي يقول لي عبد الحق نجيو للستاد انكونيتو يدير القشابيه ولا يدير البوني ولا يجي في الليل ماتش كلوب افريكا ولا ليسبيرونس ولا يجيو للستاد يدخلوا مع الشعب ما يعرفهم حتى واحد. قال لي ملي يبدا الماتش وحنا نعيطوا وحنا نسبوا دي مينيستر ملي يبدا الماتش وهو يعيط يلا ربيت يلا هكذا بور ايفاكيي هذاك لو ستريس. يقولها قلبي وقلبك معلقين في البوشي هل عنف فهذا عنف لفظي فاذا العنف اللفظي موجود حتى في الحب فلهذا المفردات هذه العنف اللفظي موجود ولكن ليس في حد ذاته هو يستهدف منه عنف لفظي يستهدف منه رد الفعل. يعني فهمت من كلامك دكتور باللي هذه الاغاني هذه اللي انتشرت بقوه في الاونه الاخيره تدعو الى الاباحيه من اسباب تفشي ظاهره العنف اللفظي وتصدي المجتمع خاصه عند الشباب البنات. اعتقد انه هذا اولا الاغاني اللغه هذه اللغه جات من لغه انتشرت كثير في الثمانينات هي لغه الراي هذه المفردات هي التي خرجت للشارع. فالراي موجوده في الراي موجوده في مجتمعات معينه خرجت للشارع خرجوها. من الخطا ان اقول مثال لانه فيه الجانب الاباحي فيه الجانب الاباحي على اغاني يا نفرق بين الراي الاصلي والراي الاخر الراي طلقها وانا نزوج بها كي سمعتي تفرض طلقها وانا نزوج بها هذا عنف اخر عنف اخر. هنا العنف هذا يأتي نتيجة لواقع أخرى لمجتمع آخر بمعنى للمراقص الليلية لمجالات معينة يأتي هذا العنف ولهذا هو رد فعل. ألوغ أسباب هي كثيرة ما نساوش بلي بلادنا عشنا بزاف أمور فيها بزاف العنف بدينا بزلزلة التيروريسم لزينونداسيون تاع باب الواد لسيزم دو 2003 تاع بومرداس صافي عشنا بزاف عوامل هادو عشنا وقائع عنفية هذا أدى إلى طريقة اتصال بعنف بين الأشخاص. وكاين حاجة لازم ربما ما قلتهاش في البداية أنه الفراغ الروحي أدي بزاف لهذا يعني لهذا الطريق اللي يتبعها لهذا الجانب. ويرى البعض أن من أبرز أسباب تنامي هذه الظاهرة في بطولتنا يعود للرواتب الخيالية التي ينالها اللاعبون. اللاعب يسال فيها بصح هذا ربي يرزق. ربي هو رزاق دروك انت معليش بصح عندك طريقه باش تنتقده ما تنتقدهش بسب الامهات بالشتم روح للاستاد هضر مع هذاك الجوار كاين طريقه تنتقد فيها لاعب كيما ينتقدونا في وسائل الاعلام ولا ما انا نورمال نتحملوا ونتقبلوها بصح ما نتقبل بصح ماشي بالسب والشتم. ريالمون سي سا ريالمون النيفو هبط بزاف والشعب تاني الله يحسن العون مي مالغري سا اون دوا با انسولتي مالغري سا اللي ما يعجبش لو نيفو ريح في البيت تاعها في الدار تاعها هذا ما كان. كل واحد واش رزق الله هذه الارزاق كانت مكتوبه 50,000 سنه قبل خلق السماوات والارض كل شيء مكتوب وكل واحد عند ربي على باله شحال قبل ما يزيد شحال يدي وشحال راح ملي يزيد حتى يموت الرزق تاعو مقسم. انا نظن هذا كل واحد ربي واش عطالو ولازم نفرحوا للناس مام واحد يكون لاباس به نفرحوا له ونقولوا ربي يزيد له. الحاسد هذا ما يديناش
لبعيد. انا نقول كل واحد واش كتب له ربي، كل واحد كفى عايش، تعلموا نحبوا بعضنا برك، ونتمناو الخير لبعضنا، وان شاء الله ربي يجيب الخير. يخلص 100 مليون ولا يخلص 200 ولا يخلص 50 مليون، هذا رزق تاع ربي هو اللي كتبه له، ربي يبارك له ربي يزيد له ان شاء الله، هذا كل واحد المكتوب تاعو يديه. اما فيما يخص الا كان هو سبه، انا نقول لك صح سي فري، يكونوا دي فوا كلكو جوار يكونوا سبه ويلحقوا روحتيهم باش يدوا الشتم هدايا. الاموال اللي راهم ياخذوها اللاعبين الجزائريين مقارنه بالدول الاخرى ولا شيء، سنه الحياه. اللاعب عنده الصالير تاعو هكذا داير، ما تقدر انت تجي دير انت لاعب تعطي له 10 ملايين تقول لي على حسب المستوى تاعو. شكون اللي كان عنده المستوى؟ ورا الفرق اللي كانوا عندهم المستوى واش داو؟ انا يقول لك ماشي واش داو اللي كان عندهم المستوى، ما يتقاضاوش اجور كبيره. داو كاس العالم، داو كاس افريقيا، راحوا لعبوا في دي كرون كلوب دي مونت. بونس با من هذا الكوتي، باسكو ماشي غير حنا اللي جوا اللي في الجزائر اللي نسلكوا مليح، ولا بورتو اللي جوار في الموند. وصح عندك الحق تكريتيكي، تحب الفريق تاعك، تحب تونكوراج الفريق تاعك، عندك الحق تكريتيكي، تومي عارف كيفاش تكريتيكي، ولا عارف كيفاش تلحق الميساج، صح باش تسب الوالدين ولا انا واحد من الناس دارنا ولا ما يتفرجوش كيف مع بعض، غير من سب انا دي ضر بزاف الواحد ويديروها في رواحهم كيما انت امك عزيزه، انا ثاني ام عزيزه. لاعب هذا الى اليوم راه يدور في مرسيدس، ولا عنده ان سالار تاع 200 مليون ولا 150 مليون ولا 180 مليون، هذا السالار وهذا المرسيدس ما عطوهالوش باطل، صاب مسيرين عندهم الاموال وعطاو له. يقول لك مش مخشريكو. مش مخشريكو، هذاك شو واش حلبت. بصح المشكل ماشي في الجوار، المشكل في شكون اللي يتفاهم معاه وعطالو ذاك المبلغ. الجوار هذا اليوم اللي راه اللي يدي 200 مليون هنا ويدي 150 مليون. لو كان ربما يروح في فريق اخر خارج الوطن يدي 400 و500، وشفنا لاعبين انا اللي نقول لك ما عندهمش مستوى حتى متوسط. وراحوا للخارج وراهم يدوا اموال طائله. يعني ماشي مبرر. نعم. ماشي مبرر باش تسبوه. لا ماشي مبرر. هذه يسموها الغيره والحسد. هذا ربي رزقه. هذا ربي جاب له سبب اللي يعطي له الاموال. ومثل ما يعلم العام والخاص، ظاهره الشتم في الملاعب هي ظاهره عالميه وليست خاصه بالبطوله المحليه. لكن هل هي اشد في الجزائر؟ لو كنت انا في الخارج كان عندي نمرو 10، واحد النهار ما لعبتش مليح، جا سيبورتر قال لي محمد، قال لي اونليف النيميرو 1 تشوف روحك شحال تسوى، سيتادير زيرو، بصح ما جبدليش يما ياك اخويا. Ça fait très mal quand on touche les parents. Depuis que je suis arrivé en Algérie, que ce soit mon premier match jusqu'au dernier là récemment, c'est vrai que c'est un fléau qui a sans cesse grandi, qui s'est jamais interrompu. Personnellement, moi, ça m'a touché au début parce que je me dis quand même, on joue dans le même championnat, il y a des rivalités, il y avait des bons résultats et bon, on se fait insulter même parfois par même nos propres supporters. Donc c'est vrai que ça blesse énormément et. Et bon, je vois pas comment ça a pu évoluer aussi rapidement, parce que je vous jure, ça fait quelques années même, ça empire. C'est pas un phénomène qui est propre à chez nous, c'est des choses qu'on voit ailleurs aussi. On l'a vu en Italie avec le phénomène de cri de singe, on l'a vu ailleurs avec du racisme. La violence, elle existe de différentes formes, comme on l'a dit à l'instant, physique, verbale, et qu'il faut éradiquer sous toutes les formes, qu'il faut arrêter sous toutes les formes. Forcément, ici, bon, chez nous, il y a beaucoup de violence verbale et on ne peut qu'encourager, nous, notre jeunesse, les gens qui vont au stade, à faire en sorte d'enlever ce genre de choses parce qu'elles font beaucoup de mal aux joueurs, elles font du mal aux familles et elles font du mal à notre image aussi. C'est bon, le monde est bon. Les stades, que ce soit au niveau, que ce soit تحت niveau, on dit qu'il y a des choses qui se passent. كي نجي نشوفوا نقارنوا بين البطوله الاوروبيه ولا تاعنا ولا ما على باليش انا في المروك ولا تونس ولا نقول باللي حنايا رحنا شويه بعيد باسكو حنايا ولات في البطوله ديالنا ولات شحنه بزاف ولات ريجوناليزم قال انت من الشرق ومن الغرب ما يحبش الشرق والشرق ما يحبش الغرب والوسط ما يحبش الشرق هادو الحاجات هادو ما انا نقول حاجه مؤسفه parce qu'on est tous des Algériens. Au niveau où j'ai joué en Ligue 2, ça arrivait, certains, c'était même, on allait en Corse, tout ça et tout, c'était encore pire, c'était des insultes racistes,
des entrants vers les noirs surtout, même les maghrébins. Koulibaly, regardez en Italie, ça s'est passé, ça se passe aussi en France. Hein. Bien sûr, en France, même en France, ça se passe. En Corse, vous allez en Corse, il y a encore des clubs où il y a le racisme est décomplexé. Où... Comme ça va. Bien sûr, Salara, Psalara, Kadhafi, on m'a insulté de Kadhafi. حنا تشوف عباك شغل فكرونا في وقت بكري يخلص ماش مازالهم يتيروا بالحجار هذوما 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 هاد الحاجات هذو خلاص هذوما تروح ريال مدريد تشوف برشلونه تشوف لاغير اللي بيناتهم ميد يعيطوا لها لا بونغار باسكو ما شفناها شفناها بليزيور فوا شفناها مي يخلص الماتش قلت لك يخلص الماتش خلاص ما يروحش في سيار الدار معاه ولا يحوس عليه برا ولا كيما زيدان في لا فينال 2006 راك شفت بورتون زيدان جوار بالك لي بالك في العالم كاين زيدان واحد تشوف علاش عطيت لك قلت لك فيها الضغط راك شفت ان جوار اللي سبو ماتيرازي هكذا سبو راك شفت ضربوا بدماغ بورتون بورتون زيدان بالك تقول لي يقول يلعب بيه الضغط زيدان ما كاش منها. وهل هذه الظاهرة كانت أشد فيما مضى أم زادت حدة في الأونة الأخيرة؟ زمان الجمهور ما كانش متعصب كيما هاد الزمان هذا جو بونس باللي خرجت اون جينيراسيون اللي تجي للستاد ما الله ما على بالها الجوار واسمو يجيو يسبوه جو بونس باللي الوقت تغير الدائرة هذه كانت من زمان كانت مي ان دوغري موان كانوا الناس ولا يسبوا ان جوار باش يقلقوه على بالك باللي في كل الملاعب تاعنا بيسك الجمهور بون بالسنوات تتبدل العقلية تتبدلو مي جو بونس باللي زادت كثرت في هذه السنوات الأخيرة واش نقول لك دوك حاجة اللي ما يحبهاش ربي نورمالمون العبد ما يديرهاش. وزيد أنا نشفى كي كنت صغير نروح للاستاد الأذان كي كان يأذن الناس قاعد تحبس من الغناء كان الاحترام ولكن في هذه الاونه الاخيره شفنا الناس باللي ولا تسب بزاف وتسب اللاعبين وامهات اللاعبين انا نظن تقدر تعبر على الغضب تاعك ولا بحوايج واحد اخرين حضاريه ولا بلا ما تسب ولا بلا ما تقول كلمات كبيره انا نظن لازم نربيو انفسنا باش نخدموا باش نصنعوا يعني مجتمع كروي متحضر وباش نخطو خطوه كبيره ان شاء الله للامام لان لازم نبداو منا باش نروحوا لحوايج واحد اخرى. من حق المناصر يزعف من حق المناصر يقول اي كلام لكن ماهوش الحق وين كلام قبيح كلام تسب الامهات تسب ربي سبحانه تسب الوالي يعني الوالدين لا هذا ما يبررش الاشياء هذه حقيقه جيل تبدل اللاعبين تبدلوا المناصرين تبدلوا لكن هذا ما يفسرش انه المناصر يزعف عنده الحق يزعف حنا في وقتنا كانوا يزعفوا كانوا يجوا لنا الملعب يجوا للتدريبات يقولوا كلام ما لكن ما يكونش حق كلام يعني ما يفوتش الحد يعني اللي يعني تلحق الشتم تاع الوالده يعني من قبل لان شاهدنا ان اللاعبين يعني يشتموهم ويسبوهم ماهوش في المدرجات فقط لكن امامهم يعني وجه لوجه واش راح نقول لك حنا اي حاجه مناصر ولا لاعب ما يكونش في دوره ولا ما يكونش في اللياقه تاعو ماهوش مبرر باش تسب اللاعب هذايا. ويبقى سب الذات الالهيه امرا خطيرا للغايه بل هو من اعظم الكبائر حسب ما افتى به كبار العلماء والمشايخ. هذه ظاهره غير عاديه على كل حال انا سيرتو سب الدين وهذا الشيء يعني محرم وعلى بالنا من الكبائر. انا نظن هذه الاشياء ما لازمش تدخل الملعب لان واحد يسب الخالق اللي خلقه هذا ما يجوز على كل حال. هذا الانسان يقدر يكفر بالله ويدير حوايج كيما هذه يعني انا بور ما مرفوع عليه القلم هذا نورمالمون مسرح هذا استاد صافي دير لحقنا لواحد لي طاب وين سا سي ديفوني انسوبورتابل ولا ان غارديان دو بيت كيجي ديغاجي البالون يسبوا له الوالده تاعه بور ان موفي ريزولتا الناس تسب الله الناس تسب الدنيا هاد الظاهرة تاع الدنيا شاك فوا يدخلوا يسبوا الدنيا راهو يسبوا الدنيا اللي الله يتكري با لو بون ديو. وكذلك سب الامهات التي تشتمن في كل مناسبة امر عظيم نظرا لقداسة الام ورفعتها في ديننا الحنيف. هي كاين اللي والديه ميتين الام ولا الاب رحمي يمك انت هاد الانسان هذا ديجا راهو مجروح كيفاش يعطيك قلبك بني ادم انت وتقول انا نحب الرياضه ونحب فريقي
تدخل الملعب باش تشتم من ماشي الجوار تاعك لادفيرسير، تشتمو بيماه اللي راهي متوفيه، عباك بلي اثم كبير هذا. ولا مريضه. ولا مريضه راهي في حاله كما قال لك مرض شديد وراهي في الفراش، وانت تسبها له وتقعد تنسيستي بكلام فاحش. دوك هذا الانسان هذا لو كان راهو فصافص هاسك يجي يسب امات الانسان هذا فصافص. ولا كي تكون بين 30 ألف متفرج تحس روحك قوي. وانت كي تكون وحدك الجاجه. هاد سيبورتور هدايا. راهو يسب لك في يماك، غدوة إن شاء الله تقول لك شي واحد تحب مادا بك يسب لك يماك، يقول لك لا لا، وأنت علاش تسب له يماه؟ يقول لك راني نسب، دوك هذا البنادم واش راح تهضر معاه هدايا؟ أنا بور موا ماشي بنادم هدايا، أنا صرات لي يما الله يرحمها كانوا يسبوني بيما، دوك واش ومن بعد غدوة إن شاء الله دير أن جيست تولي أنت غالط، تولي أنت غلط يرجعوك أنت ماشي مليح، يقول لك علاش تريبوندي له؟ بصح أنت علاش تبني بيما؟ ولمعرفة حكم سب الله عز وجل تنقلنا إلى منزل العلامة الشيخ فركوسة لطلب فتوى، لكن تعذر علينا لقاء الشيخ نظرا لكثرة انشغالاته، حفظه الله وسدد خطاه. طرقنا باب بيته فاستقبلنا أحد تلامذته، منحنا مطوية تتضمن فتوى الشيخ في حكم سب الله، كما دلنا على تسجيل صوتي لفتوى الشيخ عبر موقعه، والتي جاء فيها أن من يسب الذات الإلهية كافر بإجماع أهل السنة. يقول الشيخ فركوس: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسب شتم، وهو كل قبيح يستلزم الإهانة ويقتضي النقص، وضابطه العرف، فما عده أهل العرف سبا وانتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب. وحكم الساب الله تعالى طوعا من غير كره كافر مرتد، قولا واحدا لأهل العلم لا اختلاف فيه، سواء كان جادا أو مازحا، وهو من أقبح المكفرات القولية التي تناقض الإيمان، ويكفر ظاهرا وباطنا عند أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. العنف اللفظي في غالب الأحيان يكون عفويا يتفوه به في لحظة غضب، لكن في أحيان أخرى يكون بسبق الإصرار والترصد، تلجأ إليه أطراف لتحقيق مصالحها الشخصية عن طريق تحريض أشخاص معروفين بسلوكاتهم السيئة ليشتموا الضحايا في أرض الواقع وفي المواقع أيضا. والله كاين فئات، يعني في الملاعب تلقى فئات تلقاها يعني ضد التيار، تلقاها ضد التيار، يعني مقصودي وشو ضد التيار، تلقاها باغ اكزومبل الفريق يدير فيه نتائج مليحة هي ما تبانش، هي خلايا نائمة، بصح تستنى غير التعثرات تاع الفريق باه تنوض باه تنمي هذيك دير هذيك الفوضى ودير لازيزاني بين الانصار، يعني كانهم هما يحبوا الفريق اكثر من الناس اخرين، وهي نورمالمون لازم كل يصب في مصلحه واحده هي مصلحه الفريق. الشارع يحب هو يحكم في لي كلوب، يحب يحكم في البريزيدون، يحب يحكم في زونترينور، كاين دي جروبوسكول تاع ناس عايشين من لي كلوب، ودير الشهاده راهي عايشين يجيبوا ياخذوا الفلوس على لونترينور، ياخذوا الفلوس على اللاعبين، يمناصيو اللاعبين في الفيسبوك، يوليو يخافوا منهم، يوليو يعطيهم دراهم، يجي لي زونترينور يمدوا دراهم باش يخليوهم ترونكيل. وانا ما نخلي دراهم، نمدوا دراهم، حنا نطلبوا نمدوا دراهم، عندي عائلتي كلهم فقراء، عندي ولادي كامل يقراوا على برا، عندنا ونعرفوا لما نعطيو دراهم، نعرفوا كي نحبوا نمدوا دراهم، نعرفوا لما نعطيهم، ماشي تجي نمد لواحد دراهم باسكو باش واش راح دير لي؟ دير لي الحمايه. انا كوزا نوسترا راح نوليو في لا مافيا، لان كاين بعض الشباب خاصه منهم نقولها من عاد اصحاب الفيسبوك اللي هما ينعدوا على الاصابع ويروجوا لاسباب رياضيه واسباب غير رياضيه، لان فيه اناس يتربصون باش يكونوا في الفريق. كاين بزاف الانديه اللي قالوا للمسيرين تاعهم ارحلوا ورحلوا او رحلوهم ما صابوش اللي خلفهم. نعطي مثال بسيط، اتحاد البوليده داروا مسيره باش يقلعوا الزعيم، راح لهم راحوا له الشعب قالوا له بترجع الفريق، قال لهم كيما درتوا مسيره باش تقلعوني
ديروا مسيره باش ترجعوني. شفت اتحاد البوليده وراه المسؤولين لي بريزيدون ولا لي ديريجون يمشيو مع هذه المجموعه تاع الانصار بين قوسين اللي يقول لك زعما كل واحد في الحومه ديالو يقول لك هذه الجماعه زعما واعره، هي ما واعره ما واعره ما والو، كل واحد يمشي باش يحميوهم باش يحميوهم. وبالوقت كيما يديروا المدربين لي بريزيدون لي ديريجون تصرا لهم ليهم يعاودوا يتعداو عليهم باسكو موالفين المصروف. مولدي وهران وين كان لقاء مصيري ضد شباب الوزداد كانت مجموعه يعني مبعوثه مرسوله، الناس اللي تخلط تبرتوربي لي ما تحبهاش النتائج، ما تحبش النتائج ايجابيه، جاوا بداو يسبوا كلكو جوار منهم انايا لمصالح شخصيه. علاش يجي يسبك الاخ رضوان؟ يعرفك وبور باش يكسر الفريق تاعو. كاين كما قلت بعض الخلاطين اللي يحبوا يبرتوربيو الفريق وحبوا يديروا مصالح تاعهم على ظهر لي جوار. يا دي بيرسون كي سون تران دو فير سا معروفه في فريق مولد وهران، نكون انا يفون سا يكون واحد اخر يديروا له لا ميم شوز. يا دي بيرسون هذا يبغوا غير هاد الصوالح. واش يديروا هادو ما يسبوا اللاعبين يبرتيربيو البريزيدون يكون حاكم الفريق؟ هادو ما دي شوز اللي ما يخليوش الفريق يخدم كيما نقولوا حنا بارتاحيه. يعني لمصالح شخصيه. ما بيان سور مصالح شخصيه، انت اليوم بريزيدون تكون حاكم فريق، تكون حاكم فريق الفريق ديالك راهو في العالميه، غدوه ان شاء الله كي ما تكونش حاكم الفريق، الفريق ديالك هذا والو، وكي نكون انا هو الصح في الفريق هذا، كي نكون انا الفريق هذا عالمي، وكي ما نكونش انا ما كاش الفريق هذا، يولي ما يسيبورتيش يولي ما داب به يخسر الفريق هذا باش غدوه ان شاء الله هو يولي الفريق. هذه هي الحاجه المؤسفه في الجزائر. واش معناتها لا كوكليزيون تاع هذه الحاجه؟ هذه الحاجه الناس هذوما تاع ديزانتيري. نقول لهم ربي يهديكم هذو. كاين هذه موجوده؟ موجوده هذه، نقول لهم ربي يهديكم. وعلى بها شغل تلقى الفريق ينازع وكاع، نقول لهم ربي يهديكم. وواحد كيبغي الفريق ما يديرش هاد الصوالح. دوك صاحبك راه يتمشى معاك تيروح منا يهضر فيك، دوك نورمال هادي ولات عاده هنا في الجزائر. ان شاء الله احنا شغل نترقوا شويه، نطلعوا شويه المستوى باش نكونوا عند حسن الظن الجميع. وطلب الانصار كاع الشعب كاع الجزائري وكاع فرق الانديه حبسوا له الدائره تاع السب هادي تاع السب، وشغل حاولوا تجبدوا طريقه اخرى تاع انتقاد اللاعبين ماشي بظاهره الشتم. وللعنف اللفظي تاثير سلبي على الضحيه قد يسبب للبعض عقدا نفسيه نظرا لشده وطاه العباره النابيه والفاظ السب على نفسيه الانسان. انا كنت حاكم شاب، الحكام الشباب يتقاسوا كثير، وكاين اللي يتقاسوا ما في قرار بعض النظر عن قرار شخصيتهم، كاين اللي يتقاسوا في لي يفون ابوندوني لاربيتراج، كاين اللي خلاص يقول لك انا نجي الميدان ولا باش كرياضه. التحكيم سي ان سبور، يسيب روحه يشتم يوقف التحكيم، كاين اللي يتقاس في الشخصيه تاعو، كاين اشياء كثيره على الانتيريور اسني كو لي بسيكولوج. كاين انا جو سوي اريفي ا دير بلي ميم لي زاربيت ايزون بيزوان دو بسيكولوج بور اتر اسيستي دون لو رونكونتر. لا رد سلبي ومؤثر خاصه على اللاعبين، لان نعرف ان لاعب بالجزائر ولا لاعب ككل حتى لاعب في 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 قطر انحاء العالم، على كل حال المعنويات مهمه جدا للاعب، يعني كي تكون المعنويات تاعو يعني عاليه وتكون الجمهور يساند فيه ما يعطيكش نفس المردود اللي يكون ضده الجمهور ولا يشتم فيه، يعني لاعب يعطيك مردود سيء، ولهذا تاثر على كل لاعبين في الجزائر ولا خارج الجزائر. والله غير نضريت وين الناس لعبوا حتى كاين دي جروب وين راحوا بعيد، وكي يروحوا بعيد يلحقوا لك العائله لصحابك سيرتو ما بين قوسين. يعني اللي ينضر بزاف سي لي بارون، باسكو كاين بعض اللاعبين بعض المدربين وين حبسوا عام حبسوا الشهر حبسوا عامين بارابور تانيك الواحد يماه راهي في الفراش غير كيما توفات، عنده مشكل كبير مع يماه، عندها مرض كبير، يجي نهار الجمعه يسمع هذا. انا نقول هذا عنف، تجي تطبعني وانا كاين وين واحد قاسني، ما نقولش ضربني نقول قاسني، نقول خدعني نقول تعدى عليا، بصح ما كانش حاجه يعني وين انسان راح سبيطار دارو بير. هذه والله غير بالك نجوزها في بعض الاحيان نجوزها
خير من هذيك اللي يبليسيك ليل كامل وانت تتخبط في الفراش وما ترقدش. مرض نفسي. يولي مرض نفسي. وي جو لو في ان لارم، جو لو في ان لارم سا ما بوكو توشي. اي j'ai vu Charles aussi en larmes, donc ça m'a beaucoup touché et je trouve ça que c'est pas normal, c'est pas normal vis-à-vis des supporters envers les joueurs. عندي واحد المثال، واحد اللاعب كان توفت يماه 15 يوم قبل وقاعد يسبوا له في يماه، دخل في الفيسير يعني قاعد يبكي وما قدرش يعاود يولي في المباراة. يعني لماذا هاد الناس هادو اللي سبوا لي يماه واش ربحوه؟ واش ربحوه؟ كاين بعض اللاعبين اللي رجعوا معقدين. انا كاين لاعبين في ما نذكرش سماواتهم فاتوا في شلف، لاعبين متميزين حاليا يعني لي سالار تاعهم يفوقون 250 مليون. في شلف كانوا يدوا 15 مليون. اللاعبين هادو غير من يدخلوا للتيران مازال ما بداش الماتش وما يسبوا فيهم. وسي دي جون جوار عندهم مستوى، راحوا بدلوا فرق اخرى، راهم يلعبوا في فرق اخرى، يدوا اكثر من 15 مره واش كان يدوا في شلف. ترجع عقده غير يدخل يبداو يسبوا فيه وما لا ماشي ما يعرفش يلعب. انت تقول واش بيه هذا؟ ونرجعوا دائما للعنف اللفظي. كثير من اللاعبين مشاو من جمعيه شلف السبب وهو العنف اللفظي، وهذا اللاعبين لليوم القلب تاعهم متعلق بجمعيه شلف. تنجم ان ماتش ديربي دير غلطه كبيره، تنجم بالك هذاك الماتش يقضي لك على لا كارير ديالك، وكان ما تكونش فور دو كاركتير. ينجم عظم الله اجراك، شغل كلمت باسكو الماتش هذاك ما لازمش تخسره باسكو كاين ريفاليتي بين دو كلوب. مؤخرا في لقاء مديت وهران مع مديت الجزائر قمت بلقطه غير اخلاقيه تجاه مناصر، علاش سيد احمد؟ باسكو بزاف سب الامهات هذا ولا ظاهره غير اخلاقيه في الملاعب، وين بزاف سب امهات. انا عندي ام ثاني سيبورتر، عندك ام، والرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا على الام يقول ان الجنه تحت اقدام الامهات. الور شويه نحبسوا هذه الظاهره باسكو ما كانش واحد تقول لي ما يشتملكش الوالده تاعك، ما تزعفش ولا ما تضركش، هذه ما كانش منها، هي اللي رفداتك 9 شهور، هي اللي رباتك، هي اللي كبراتك، وين تزيد كما ما تبغيهاش على الجوار ما تبغيهاش عليك تاتاي. سيد احمد حبينا نعرفوا تاثير يعني الظاهره السلبن على نفسيتك. فيه تاثير عندها. تحس سيد احمد؟ تحس حاجه شغل هذه ام تاعك، هذه ام تاعك، هذه رفداتك 9 شهور، هذه سهرت عليك، هذه كلش، هذه ما تقدرش تحس سيخت بلا ما نسول الام تاعك اللي راهي متوفيه، تزيد جبد راهي تحت القبر تحت التراب، تزيد جبد لها ام تاعها سيطروا بزاف. ها راه عندنا امثله تاع بور كبار حبس البانو، ها راه اكسس امين عنده امه متوفيه يجبدوا يسبوا له في امه، لا عيب عيب عيب، لا ماشي هكا. تاثير العنف اللفظي دفع ببعض اللاعبين الى ترك هوايتهم المفضله والتوقف نهائيا عن ممارسه كره القدم، من بينهم المهاجم السابق لاتحاد الحراشه شباب الوزداد وغيرها من الانديه حمزه بوركبه. حمزة استقبلنا في منزله بالعاصمة وروى لنا معاناته مع جحيم العنف اللفظي، خاصة بعد وفاة والدته رحمها الله، وهو ما دفعه لترك الميادين في سن مبكرة. أنا كشغل تأثرت باسكو يما توفات، بعدها شهرين وليت نلعب كشغل تلقيت بزاف شتائم من بعض أشباه الأنصار اللي كيما يقولوا لا دلة ملا يجوا للسطاد باش غير يديروا هادو بليزير تاعهم كيجوا يطيحوا لي جوار، هذا ما كان، هذا هو السبب الرئيسي اللي توقفت على جالو. المحيط الكروي في الجزائر تعفن شويه، ولا الخلاط بزاف، ولا تبزنيز بزاف. شاك فوا انا نتبع في قناه الهداف نشوف بن شيخ يحوس على الفاكسان، انا نقول له ما كاش فاكسان يا سي علي، ما كاش فاكسان سي بون، هذا المرض هذا تغرس سي بون خلاص. بالك اول مره كنت راني راح نحكيها في وسائل الاعلام، انا السيد اللي كان يسبني هذاك والله وثم والله غير كنت طالع ليه للتريبير، راني نلعب واني نسمع شغل بزاف بزاف، شديت كنت حاب نطلع ليه للتريبير. فينالمون الواحد دار زين شغل تعاود شغل طيح النيفو شغل كاع تعاود تولي ليك انت كيف جوار تطلع للسيبورتر للتريبير. وصلوني وين كنت قادر نطلع للتريبير قسما بالله العظيم، واحد استغفر مولاه وجوزها وبعد ريحت خممت بها وبعد ما صبت لهاش الحل. انا يما دفنتها بيدي، انا احبط معها للقبر،
يا هل ترى هذه لاسين ديرها ومن بعد يسبوك بيمك، تولي سمحوا لي على الكلمه، تولي كريمينال ديرك. تروح نوطريني في لافيجري في الحراش، والله العلي العظيم غير كي نخرج بالطوموبيل غير تخرج للبالكون تبدا تبكي. تقعد ما كاش عفسه بلي بروش كثر من هذه، يماك تروح نوطريني ساعه تعاود تولي ليها تبدا تبكي. تما حب كيما هذا ما كاش. ومن بعد على فان كونت يجي واحد شغل ما على باليش، ما عندوش ضمير ولا ما عندوش قلب، ولا يجي يشتمك بالام تاعك تحير ولا غير تحير. لا جوز مسكينه تالمونيه اون فوا بعثها للعمره هي والشيخ، مسكينه كانت راقده قدام الكعبه، راقده وتنوم فيا، تنوم فيا بلي راني نطوف على الكعبه. والله العلي العظيم وصرات لي هذه، والله العلي العظيم تنوم فيا راني نطوف وتزقيلي يا حمزه ارواح ارواح يا حمزه ارواح ارواح. والله العلي العظيم جات العجوز هكذا وحكتها لي مسكينه، حكتها لي قالت لي فوالا واش نمتك ست شهور موراها رحت سنيت في السعوديه ودرت عمره وطفت ودرت بزاف عمرات وطفت. والله العلي العظيم هذا مير سوفينير اللي جامي ننساه، كي نتفكرو نتاثر بزاف. احنا ماناش نديرو في الانتيريسو هنايا، احنا رانا نوعو في الناس، على بالنا باللي الجزائريين حنان وكرام، اخرتها هنايا اللي مات اللي راكم تسبو فيهم اخرتها انتو لهنا. ماذا بكم تحبسونا تحبسونا شتم الامهات هذه. على غرار حمزة بورقبة هناك لاعبون كثر آخرون توقفوا عن ممارسة كرة القدم بسبب الشتم والسب. أقول لك أنا ربما سبب من أسباب اللي يعني حبست المشوار تاع الرياضي كانت من بينها الاشياء هذه. في رمضان تسمع الكلام قبيح خاصه في يعني في المناسبات تاع الانسان يكون صايم ولا نظن هذا الشيء اللي كثر في الوقت هذا ماهوش مليح بالنسبه للامه تاعنا، بالنسبه للشعب الجزائري، بالنسبه للامه الاسلاميه. سانسيرمون نحس روحي كومبليس، نحس روحي راني مشارك في هذا الشيء هذا، لاني انا راني نلعب داخل الميدان عندما تشاهد مناصرين، ما نقولش مناصرين لانه الناس هذو اللي يسبوا يقولوا كلام قبيح، عندما يقولوه انا راني مازال نلعب في الملعب نقول باللي اني حتى انا راني مشارك في هذا الظاهره هذه. يعني هذا الشيء اللي خلاني ربما نزيد نكون على يقين باش نحبس كرة القدم. والله غير سي لا كوز باسكو الانسان لو فات اللي يولي يجي للستاد إلي سو بريسيون توت لا سومان سو بريسيون في لونترينمون سبان في الستاد سبان وسبان كيفاش داير كيما نقولوا الانسان يكفر بالله والوالده والله غير ان شاء الله ربي يهدينا ان شاء الله ربي يهدينا. الدولي الجزائري السابق أمين أقصاص يعتبر من اللاعبين الذين توفيت أمهاتهم لما كان لاعبا، وعانى هو الآخر كثيرا مع ظاهرة الشتم. ننجم نقولها لك جامي حكيتها سي لا بريمير فوا، وين غات اسم الفريق اللي شغل غاتني منه باسكو بالك صح بالك رحت منه بالك هذا الفريق بالك صح كنت نحبه ولعبت فيه بارامور. نهار لعبنا كونتر شباب بلوزداد باسكو تدخل نتايا تشوف ستاد كاع يسب فيك، معليش انا سبني ما كاش مشكل جاسيم باسكو من داك نديرها من الكوتي بوزيتيف نقول هاد الناس بالك كانوا يحبوني ورحت منهم رحت من عندهم بوتيتر تنجم تجوز. بصح باش واحد يلحق ستاد كاع يسبك بيماك نخبي عليك شغل الدمعه طاحت لي سيرتو مور الماتش باسكو درت اون رياكسيون اللي بالك الناس ما كانوش يسناو فيها ماشي من الكوتي تاع سبان ولا الحمد لله انا جامي سبيت ان سيبورتور بالك هذاك الوقت بالك راح كان بولاي تاع في الفاونت تلمو خليتها شغل في قلبي كاع الماتش وما يسبوا فينا يسبوا فيا ربحنا انزور باسكو كي نقول لك كاع الماتش 90 ماشي 90 دقيقه 120 مينوت باسكو ملي دخلنا لي شوفمون هما يسبوا فيا فهمت شغل حملتها في قلبي. كاين دي جوار اللي شغل كي دخلنا للستاد باسكو الستاد ارشي كومب جاو ليا قلت لهم يا روحوا قلت لهم دوكا جاي توروا لي كيفاش انا نرياجي ولا كيفاش انا ما تحوسوش عليا انا يعني تلهوا بالماتش تاعكم وين نخبي عليك قاستني شغل الدمعه طاحت لي سيتو ميم شغل ربحنا هذاك الماتش علاش رياجيت هكذاك قلت بالك ربي شغل نصرني ما ينصرنيش في هذا الكوتي
وطنك باش هذيك الحاجه هذيك تنجم بالخساره شغل تنجم تنسيك شويه فهمت لي. جيت راح طلعت طلعت لي البولايي شغل فيتي طلافات الفيكتوار مع لي سيبورتور هذيك هي الحاجه باسكو ان سيبورتور باسكو انا في صغري شغل الفريق هذا حبيته لعبت فيه بارامور وكتب المكتوب رحت باسكو نسمع دي سيبورتور بون هضره تاع ما نديرش عليها من شغل نريبوندي للناس الناس اللي يقول لك زعما هذاك خاين وخاننا وكذا عباك الخاين شكون الخاين الخاين اللي يكون معك ويخونك هذاك هو الخاين باسكو انا كي رحت دوكا كي نجي نلعب كونتر عليك راني ادفيرسير ديالك انايا غدوه كي نكون معك وتكون صاحبي ونكونوا لبسوا تريكو واحد ونخونك ولا كش ما ندير لك هذيك هي الخيانه. ويبقى حراس المرمى الاكثر تضررا من السب وقد باتت امهاتهم تشتم في كل مره يسددون فيها الكره في واحده من العلامات المسجله باسم بطولتنا المريضه. هذه الافه انا جو بونس ولات لامود سيرتو حنا لي غارديان دو بيت تجي ديجاجي صاد كامل يسب لك امك ما فهمتش انا واش هي لا كوز ولا واش هو لو بيت من هاد من هاد الظاهره الافه هذه. انا اللي راهم مقيوسين نبداها الحراس باريزون الحراس انا كان عندي حارس في المنتخب الوطني كان غير كيما في المنتخب تلاقيت به قلت له كيف راهي العجوز يماك باسكو نعرفها قال لي ماهيش مليحه على هاد الاسباب وانا قلت ان شاء الله نتحدوا احنا كمدربين ولاعبين ونشيو نلقاو حل خاصه نبداو بالحراس. والله غير من داك شغل شتكي نحط بالون ولي اللون نسمع ديك باش زعما يوجدوها لي من داك شغل الله غير نقول من داك شغل نتمنى صاحبي يجيني هكا قريب باش نباسي برك تسمى باش ما تسمعش هو بصح فاسي كيف باسي ولا ديغاجي سي لا ميم شوز تسمى يسبوك انا شفنا كاين دي غارديان وين خرجوا بدموع من مقابلات رسميه يعني انا تاني كشتها العام اللي فات الحارس تاع تاجنانت حارس بوفناش يعني والله غير قاصني بزاف يعني تلحق للدرجه هذيك وين خلاص نهار مسكين يخمم وين ما يزيدش يلعب كره القدم يعني رانا مستهدفين كاع الملاعب كابابط القاش هو مع الجيما يكون يلعب يبكي او نذكر الحارس بوفناش كان في تاجنا قعدوا يسبوا فيه مسكين حط لي جون حالي جون راح بوك رمي تاع القفازات هذيك وين تما كان فيها لا ارادي وين غاضتني بزاف خاصه الوالده تاعي كانت مريضه في المرحله هذيك وين عيطت لها قبل المباراه هي بعد تما شجعتني وقالت لي ان شاء الله بربي داتنا باه نربحوا الجنه تحت اقدام الامهات تما اي واحد ما يقبلش الوالده تاعو باه تشتم سواء في الملعب ولا برا ولا في الدار ولا في الشارع ولا في اي بلاصه ان شاء الله تما هذا اللي يسب في الوالده تاع اللاعبين ولا الحراس المرمى والخاص حراس المرمى في كي يضربوا 6 امتار ان شاء الله الدائره دي تزول ونتمنى من الجمهور الجزائري ما يجيش يسب باسكو اي واحد ما يرضى على والديه وخاصه كاين الوالدين والامهات اللي راهم ميتين اللي نترحموا عليهم بون ان شاء الله تزول الدائره هذه. واش راح نوصي الشبيبه نقول لهم ما بقاوش يسبوا في الصداد خاصه ما يسبوش الامهات والله انا سبوني ش هضرت مع شمسي قلت له شمسي سبوني انا قلت لهم ولاد الجزائر كل ولادي الحمد لله قلت لهم سامحت لهم خلي على الارباح انت ما تعرفش المثل بالمثل سبوك صرفق عليهم وخرج مؤسف كما قلت لك تشوف الامور كما هادم خويا حمزه حنا نتمنوا الناس باجي تتمتع في الملعب ماشي باه تروح بسيئات حنا نتمنوا نستعقلوا ونجيو نتفرجوا باه المتعه مباراه كره قدم متعه ماشي باه نزيدوا ندخلوا ونديو سيئات. وعن كيفيه التعامل مع الشتائم والضغط كان لنا حديث مع الطبيبه النفسانيه حاج عراب والتي حدثتنا عن تجربتها مع اللاعبين في نادي بارادو وكيفية تحضيرهم نفسيا للتعامل مع الضغط والعنف اللفظي في صورة يوسف عطال زكريا نعيجي وغيرهما.
عطال يوسف راك تقول ونيجي زكريا كانوا لاعبين كي جاو صغار اكاديمي تاع بارادو دونك جاو سي دي جون كاتيجوري جاو بعاد على والديهم سي اون اكاديمي اون انترنا دونك انا الدور تاعي سي ان اكومبانيمون بسيكولوجيك ستادير نحضرهم نفسيا باش يكونوا باش دون دو بون ديسبوزيسيون باش يكونوا محضرين باش يقدروا يمدوا في التيران يقدروا يكونسونطري ويقدروا يلعبوا باش يكونوا دي سبورتيف بيان دو نيفو بيان سور بيان سور يجاوبوا باسكو هما شغل والفو سي ان اكومبانيمون ماشي خطره دونك والفو على بالهم بلي شغل التحضير بسيكولوجي في مصلحتهم باسكو تعاونهم مانيش نقول بلي التحضير بسيكولوجي هو كل شيء برك باسكو باش واحد رياضي يكون بيرفورمون يكون دو او نيفو لازم يكون تكنيكمون يكون بيان tactiquement les amis bien physiquement il est bien et mentalement il faut qu'il soit solide donc had les paramètres qui connum wajdin un joueur ça fait un joueur de haut niveau on encourage les clubs كاين même les équipes nationales de kabdaw et khmou ala tahdir psychologie parce que ala balhom li amel min awamel la performance c'est ma j'invite tous les clubs surtout les jeunes catégories li andhom hadou li andhom des groupes de sportifs pour les accompagner min el janb el nafsi parce que amel min awamel ظاهرة الشتم التي اجتاحت ملاعبنا دفعت الكثير من المناصرين لمقاطعة الملاعب حيث باتوا يفضلون مشاهدة مباريات أنديتهم المفضلة عبر التلفاز عوض التنقل إلى المدرجات وسماع العبارات النابية لكن هذه الأخيرة أصبحوا يستمعونها حتى في الشاشة الصغيرة ولينا نسمعوا هذا العنف هذا اللفظي ولينا نسمعوه في شاشة التلفاز يعني ما تقدرش دوكا اون فامي ما تقدرش تشوف مقابله تاع البطوله تاعنا هذا الشيء اللي بالك نقولوا تجاوز الحدود تاعو من ناحيه تاع المسؤوليه تاع الانصار كي تكون تشوفوا تلفزيون في الدار ينقصوا الصومين داك ولا ما ينقصوش تمرق دوك انا عارفه لغنا تاع هو يمرق يبداو برك الاخرين هذه في التلفزيون في الدار ما ماك تشوفه في الصيف راك تشوفه في قسنطينه والماتش يتلعب في بولوغين كيف تيليكوموند في يدك هذه اخاك تشوف القناه الجزائريه الا كتشوف من الارضيه تيليكوموند في هذا ماتش تشوفوا مع العائله تاعك على الارضيه تيليكوموند في يدك حنا في اوروبا تشدها في يدك تيليكوموند ما انت قاعد في دارك مع ولادك وتشد تيليكوموند في يدك كي تشوف حنا السبان ليش تسمعوا صح تسمعوا تسمع خويا تسمع نعرفوا كاين كي قلت لك كاين دي جوار تانيك هما لازم يغيروا التصرفات تاعهم لازم يكونوا كبار في العقل تاعهم يكون مسؤول فوق ارضيه الميدان ماشي من لهمش غير المناصر تاني انا نشوفوا في بعض المباريات المتلفزه نشوفوا تانيك اللاعبين تانيك راهم يسبوا في فوق ارضيه الميدان وهذا تانيك شيء ما يشرفناش حنا كلاعبين يعني احنا تانيك لازم نغيروا من الاسلوب تاعنا ونغيروا من الطريقه تاعنا فوق ارضيه الميدان انا في دارنا تلمو ولا كاين سبان بزاف ولا دارنا ما يتفرجوش ممكن تكون حابه كتفرج مع اون فامي صافي بليزير ولدها يلعب مي دي فوا ديرنييرمون سيرتو ديرنييرمون ولا ما يتفرجوا ما والو باسكو على بالهم دي فوا تخرج على اطار الرياضه ولنقل صرخه المواطنين تنقلت قناه الهداف الى بعض الاحياء المجاوره للملاعب وعدت لكم بتالي اول محطه توقفنا فيها هي بولوغين وتزامن وصولنا مع وقت العصر فصليناه في المسجد المحاذي للملعب علما أنه كان يوم إجراء مباراة وهنا كانت المفاجأة الكبيرة بل الطامة الكبرى خلال الصلاة خلال الركوع والسجود تستمع للعبارة النابية الخادشة للحياء وكأنك جالس في مدرجات الملعب شوف دوكاتك هاك صليت معانا نتايا شوف الباب هذا تاع برينسيبال ويتغلق باش يسيو مينيميزيو كاع باش ما يدخلش الصوت تاع الغاشي لي سيبورتي لو في الصلاه تسمى كاين غير باب واحد داكش كينخرجوك بون اليوم تسمى رانا جور سيمان ودي فوا فان سيمان سي بالغاشي باش يخرج كاين تسمى لي تروا بورت يباريوهم يخليو غير هاد لابورت هادي باش الناس تخرج بور ايفيتي باش او موان ستادي مينيميزيو الصون تاع لي جاي من الصلاه هادي هي والناس يا اخي لازم تحترموا الانسان كيما رانا مسلمين على بيت الله هادي هي الناس يتصلي وكذا احترموا اولا الله احترموا بيت الله
احترموا كما يقولوا لي فامي، رانا كاع ديزالجيريا كما يقولوا رانا مسلمين. ايه دائما هكذا، شاك ماتش هكذايا، شاك ماتش هذه الجهه تاع الجهه اللي كما نقولوا تقابل الملعب دائما مغلوق الباب، ندخلوا دائما من الجهه الخلفيه تاع المسجد، ولينا نصلوا نسبحوا بالشتم والسبان والاخر. هكذايا دائما، ودرنا شحال من بيتيسيون، درنا شحال ما بصح كي تلحق الفوقه ما نعرف. واش هي المطالب تاعكم في هاد لابيتيسيون؟ ينحوا لي ماتش اللي فيهم بزي، على الاقل الديربي اخف الضرر. في المسجد صح، ندخلوا نصليو نسمعوا السب، حتى باش التركيز تاعك في الصلاه يروح لك، تولي مستريسي، تولي مقلق. تدخل باش تعبد ربي وباش تكون عندك الساكنه، تروح لك الساكنه. تبدا تسمع كلام كيما هذاك، تسمى مادام انا نسمع فيه، يما راهي تسمع فيه، جاري ويسمع فيه، تزيد تتقلق. حتى الخشوع تاع الصلاه رانا ندخلوا نصلوا باطل. هذا ووصل الامر بالسكان الى حد توقيع عريضه ورفعها للسلطات المحليه، مطالبين بعدم برمجه مباريات في الملعب مستقبلا بسبب معاناتهم مع السب والشتم. دايره دايره، واش تحب نقول لك؟ هاد الجيران كاع يشكيو منا، يا حتى كاع يشكيو نهار يكون ماتش، كاين اللي يرفد عائلته ويروح ما يريحش ميم با هنايا. الناس ولات تسقسي وقتاش كاين ماتش باش يدي فاميلته ويروح ما يجيش يريحان. ولات على حاجة مالالاز هاك، شو الجامعة جابك صليت معانا هنايا العصر، شفت كيفاش شغل داخل الستاد تصلي ماشي برا وتسمع، والمالور ولات شغل ماشي على جال حاجة والو، يسبوا الغاشي على جال حاجة والو، ما كاين حتى حاجة يسبوا هاك دوك هاتيك، استغفر الله ما يسبوا مورانا يا شفت هذا يخرجنا انا على المباشر. يا شاك فوا يجو لي دو كلوبي يلعبوا هنايا، السكان يعانيوا منهم، يعانيوا منهم السبان من التطياح، يسمى ما سي ان كالفير، اون في لو كالفير دي جور او لوندومان، كل يوم هكذا سي طرو. وي لا بليبار هنايا دي فامي اللي ساكنين جيست اكوتي، كي يكون هكذا ماتش كابيتال كيما راكو تشوفوا فيه هكذايا، يدوا لي فامي ويروحوا، يسمى من هذا الهول ومن هذا السبان ومن هذا القلوقال ديالهم. هذا هو في الدار تسمعوا في الدار؟ وي اوتوماتيكمون، ما كاش اللي ما سمع، سي جيست اكوتي، اغلق تواقي ودير التلفزيون بوشي ودني كيف تسمع خويا في الدار. عباك واش يديروا في الدار كي يكون ماتش هكذايا؟ يغلقوا التواقي ويزيدوا التلفزيون هكذاك وتسمع ونخرجوا. وحنا نخرجوا باش ما نسمعوش مع مالينا، هذه هي الرساله. انا عندي محل ها نخدم بيان هذا الماتش، بصح الا الخبزه اللي تادي المسجد نعلبوها خبزه اللي تادي المسجد وتادي الجيران. انا ما نسحقش، انا نخدم الحمد لله، يعني ما نسحقش لي ماتش ولا فهمت. ينحونا قاع لي ماتش هنايا. ومثل ما هو عليه الحال مع سكان الحي المجاور لملعب عمر حمادي، يعاني سكان الحي المجاور لملعب 20 أوتا ملعب ركني والحبيب بوعقل مع ظاهرة العنف اللفظي. نحن السكان جيران ملعب، سكان محادين الملعب، رانا نعانوا في هذاك الويكاند، رانا نعانوا بزاف من السب والشتم اللي نسمعوه، ما نكونوا مع الزوجات تاعنا، اولادنا، امهاتنا، توين نلحقوا نبلعوا تيقان بيبان، كي نعرفوا كاينه مباراه كره قدم بلعوا كل شيء، خافوا باش نسمعوا هذاك السب والتطيح وكاع. رانا احنا متواجدين عند الملعب تاع الحبيب بوعقل هنايا، حنا نشوفوا كي تلعب مباراه هنا، كي تجي ادفيرسير اي ادفيرسير سيرتو كي يكون خاسر، راك تشوف السب والشتم والناس تسمع، حنا نسمعوا المشاكل، نسمعوا السب، تعرف المناصرين كي يسبوا. مشكل كبير دروك، الناس دروك احترم يبلعوا تواقيهم في وقت الفطور ولا في وقت سيرتو وقت الجمعه، عم يسبوا بزاف مشكله، تعرفوا مشكل كبير راه بين الملعب والمساكن هنايا. حنا نسكنوا هنا حدا ملعب حبيب بوعقل، انا كن الجمعه بارتي سيبورتير رامي جو شيباني، انا عندي مريضه والاخر كنكونوا ناكلوا طعام ولا الاخر الضجيج الحس التطيح جاي يمشي متربين، كاين بزاف صوالح يجوا يقعدوا يسبوا ويعايروا الجامع. حنا جمعه ثاني يخرجوا لهم بزاف صوالح. حنا ساكن هنا بجانب الملعب الحبيب بوعقل فهمني، وكل ما تكون مقابلة رانا نسمعوا الطياح، رانا نسمعوا كل حاجة، رانا نحشموا مع ولادنا في ديارنا، نخرجوا من الجامعة نسمعوا الطياح، نسمعوا الغنى ماشي مليح فهمني، ماذا بينا تلقونا حل. لأن رانا نقعدوا مع العائلة تاعنا وأثناء المباريات تصرى واحد الأمور، نسمع واحد الكلام، نسمع واحد الأشياء التي ما تخليناش حتى نقعدوا هذيك 5 دقائق ولا 10 دقائق مع الأهل تاعنا. حنا ماذا بينا
على الاقل تكون هذه الرياضه تكون تربيه اخلاق الى غير ذلك، حتى اللونتوراج اللي يكون في الملعب ماذا بينا تكون هذيك المحبه وتكون هذيك الاخوه في الميدان وخارج الميدان وحتى بعد المباراه. واش نحكي لك يا خويا دوكا؟ شوف رانا قراف والله غير قراف بزاف، باسكو عباك ما كاينش كيفاش تقعد مع الدار نهار اللي يلعبوا الماتش. حاجه الاولى طيح بالجمعه، والجمعه تعرف جمعة صوالح ايماجينيتي 3 قبل الماتش، شغل ما شوف ما تقدر تطيب، ما تقدر تقرا قران، ما تقدر تقعد مع الدار، ما شغل حنايا عندنا الجمعه كيما حنا خدامين وصوالح، ما كاش كيفاش شغل تقعد مع شغل عندك غير الجمعه اللي تريح فيها، راك فاهم؟ تلحق حتى هي الجمعه يلعبوا الاستاد ديفو حنايا الجمعه خلاص والفناها، انا كيما انايا تلحق جويه الوحده قبل الماتش، ساعه قبل الماتش نرفد العجوز ونروح. بصح كاينين ديفو وين يلعبوا بثلاثه لاربعه، فاهم؟ تسمى ما كاينش كيفها بوزا فورسي تسمعوا والله غير بزاف. سيد يخرج من الجامع، خارج يصلي الجمعه، يدخل للسطاد داخل من الباب يطيح. تا عندك هذه حاجه نوب، اي دوكا شغل كل واحد وعقليه تاعو. ماناش نقولوا كاع، ماناش نجمعوا وماناش نقولوا كاع الشعب هكايا، مي كاين وكاين وكاين ثاني ظاهره تاع دراري صغار اللي راهم يدخلوا للاستاد، هما اللي راهم يديروا لنا في المشاكل، يديروا لنا في المشاكل هذوما. ويا خويا انا ماذا بيا شغل لي استاد تاعنا يتبدلوا، نجيت لغنا صافي بليزير يغني ويريح ويشفقوا كذا، يعطي موتيفاسيون لي جوار لي كلوب تاعهم، ماشي تدخل وتطيح تبدا تطيح تبقى غير طيح، ما درنا والو هكايا. مام الكلوب تاعك ما يافونسيش، يقعد غير يراكولي، تا الجوار تاعك يدخل يلعب تطيح الاولى اللي يسمعها يبطلوا المورا، تما خلاص الماتش يخرج من الماتش. السبان عندي سيبورتور، عندي جوار، عند لونترينور كيكونوا يترينيو كيكونوا يلعبوا في ماتش بيناتهم، فانيك تسمع لي جوار يسبوا كي يكون سطات فارغ ولي جوار يطريني، وتسمع سبان عادي تحت بوش ولا عندك في كل وار سيركيلي، ماشي غير لي سيبورتور. اسمع سبان شغل ما اسمعش عاد تعيا تدي داركم، تا كل خميس ولا كل جمعه السلام عليكم جيناكم جبنا لكم دارنا باش ما يسمعوش السبان في السطات، كسرونا حر مع والدينا، كسرونا حر مع اولادنا. انا دوكا كي ولاو يسبوا وليدي يغزر فيا، شغل باينينهم يسبوا خلاص صاحبي. واش نقول لك؟ كاع شوف صاحبي كاع شوف من الاخر كاع يسبوا، هو جا لسطاد باش يسب، ما جاش يسيبورتي جاي يسب، شو يخرج قبل ما يجي يخرج باش يخرج العاصر اذن الله اكبر ياك هاو الجامع لا ساق في سطاك وسبان كاين الناس ما كاينش اللي يزقي صاحبي يسب واحد يسبوا 200 تنخلع تسب شغل عيطان ببالهم. احنا اون طون كمسلمين سي سور كو هاد الحاجه هذه حاجه كبيره بزاف اللي راح تضر مام كما نقولوا المحيط تاع الملعب. تما ديروا روحكم في بلاصه الناس اللي راهم ساكنين تما مع لا فامي تاعو ولا يسمع هاد الحاجه، هذه حاجه كراف جيسبا ان شاء الله نقضيو على الظاهره هذه. وللحد من هذه الظاهره سنت لجنه الانضباط التابعه للاتحاديه الجزائريه لكره القدم قوانين كثيرة يحدثنا عنها رئيسها كمال مصباح. نلاحظ أن قانون لجنة الانضباط يتضمن 7 مواد التي تنص على العنف اللفظي. هناك المادة 55، 58، 65، 62، المادة 75، 77 و79. هذه المواد يعني إذا جمعناها نلاحظ أن مثلا المادة 55 تعاقب على السب والشتم الموجه من اللاعب إلى لاعب آخر أو الموجه إلى شخص آخر، يعني شخص آخر المتواجد يعني في الملعب لي زابور دو ستاد، مثل يعني الذي يسترجع الكرات أو غير ذلك. كذلك نلاحظ السب والشتم الموجه إلى الرسميين كذلك يعاقب عليه القانون، مثلا إذا كان فيه لاعب أو حارس مرمى أثناء المنافسة يوجه إلى الرسميين الذين هم إما الحكم الرئيسي أو المساعدين أو يعني مراقبي المقابلة أو محافظي المقابلة، كان يوجه له كلام يعتبر سب وشتم يعاقب عليه كذلك القانون المادة 58 اللي توصل إلى 4 مقابلات توقيف. نرجع إلى التهديد، تهديد عن طريق كلام يكون إما موقوف بشرط أو بدون شرط. التهديد ممكن يكون أثناء المنافسة من طرف اللاعبين الموجه إما للحكم أو موجه إلى زميله، إذا كان يعني تم تدوينه في ورقة المقابلة أو
في محاضر الرسميين يتم يعني تقديمها إلى اللجنة التي تتخذ إجراءات وعقوبات في شأنها. كذلك هناك عندنا كذلك القانون ينص على التحريض على العنف الكهربائية التي هي انسيداسيون رايان إلى الفيولونس، ممكن يكون صادر من طرف لاعب أو مسير ويتم تدوينها. كذلك القانون ينص على عقوبات في مثل هذا الشأن. كذلك هناك التمييز، التمييز ألا وهو كما قلوا التمييز إما العنصري أو التمييز بسبب اللون أو بسبب اللغة أو بسبب الجهة التي ينتمي إليها. كذلك قوانين أو قانون لجنة الانضباط يعاقب على هذه الأفعال التي هي قوانين التي هي منبسط أو التي تم يعني أخذها من القوانين الدولية الفيفا. كذلك هناك قضية الإهانة، إهانة الأعضاء الرسميين، إما تكون هيئة الفيدرالية أو الرابطة أو أحد أعضائها أو يعني نقولوا جهة تابعة للرابطة الفيدرالية يعاقب عليها. كذلك القانون عن طريق التوقيف، التوقيف عن كل يعني عن كل رسميا يعني عن كل عمل رسمي أو له علاقة بكرة القدم سواء للاعبين أو للرسميين. ولكن نقول أن العقوبة تختلف من بين إذا كان مسير أو إذا كان لاعب أو كذلك إذا كان مدرب. نلاحظ أن يعني النقد إذا كان فيه نقد للحكام، النقد العنادي ويكون فيه مساس يعني بالكرامة وبشرف هذا الحكم، كذلك فيه عقوبة لهذا المدرب. إضافة إلى ذلك ممكن يعني تسليط عقوبات على الفريق إما بخصم النقاط تصل إلى درجة التنزيل. هذا كله يعني هذه العقوبات أو الجرائم تقع أثناء المنافسة. في حالات تقع هذه الجرائم خارج المنافسة، يعني تكون فيها مثلا يكون فيه يعني عن طريق الإعلام أو تصريحات نارية، تصريحات نارية يعني بين الرؤساء أو تكون على رئيس ضد يعني ممكن رسميين أو ضد الهيئات. هنا كذلك القانون، هناك قانون لجنة الأخلاقيات التي تم تنصيبها مؤخرا، وتم يعني القانون راهو ساري المفعول عن المادة مواد 25 المادة 26 و 27. المادة 25 تعطي واجبات اللاعبين، يجب على اللاعب أن يتحلى بالنزاهة وتصرفات يعني تكون فيه يعني كلام لائق ولا يكون فيه كلام فيه مساس بالهيئة الرسمية أو فيه سب أو شر. كذلك عندنا المادة 26 التي تتكلم كذلك على المدربين الذين يجب أن يكون لهم تصرف اتجاه اللاعبين، لأنه نلاحظ أنه يعني فيه بعض الحالات المدربين يكون لهم تصرف أو عنف لفظي اتجاه لاعبيهم، هنا القانون يمنع ويعاقب. كذلك عندنا المادة 27 التي يعني جاءت من أجل المسيرين، فيجب عليهم التحلي يعني بالنزاهة والتحلي بعدم إصدار يعني عنف لفظيا سواء اتجاه زملائهم المسيرين أو اتجاه الهيئات الرسمية وبكل طرق. المادة 27 يعني توسعت تقول لك في إما كتابيا عن طريق الجرائد أو عن طريق الإعلام المرئي أو السمعي أو حتى التواصل الاجتماعي. كما سن المشرع الجزائري قوانين وعقوبات كثيرة. المشرع الجزائري افتح المجال ووضع مواد في قانون العقوبات لتتطرق إلى العنف اللفظي، سي سكون أبل لا فيولونس فيربال، حيث جاء بمواد نذكر على سبيل المثال 296 المادة 296 المادة 297 اللي عرف فيها بالقذف والسب. يعني كما لما نتكلموا عن العنف اللفظي بصفة عامة راح نتطرقوا إلى السب الشتم التهديد والقذف. المشرع الجزائري في المواد 298 299 يعاقب على كل من يقوم بهذا الفعل سواء كان السب أو القذف، وذلك بالحبس من شهر إلى 5 أشهر وبغرامة مالية محددة ما بين 10,000 دينار جزائري وقد تصل إلى 100,000 دينار جزائري سواء بأخذ بعين الاعتبار إلى الواقع. لكن في كثير من الأحيان في هذه الحالات في السب والشتم ما يكونش دليل، يكون غير يعني شهادة الضحية، يقول الإنسان سبني وشتمني، كيفاش يتعامل القانون مع
القانون ياخذ بعين الاعتبار شهاده الضحيه. الضحيه يقدر يكون هناك شهود عيان يشهدوا بالواقعه على ان ساكن طرقوا في العداله، نهضروا المتهم ضحيه على ان المتهم قام بالسب او الشتم للضحيه، والضحيه يكونوا معه شهود. القاضي الحكم ياخذ بعين الاعتبار شهاده شهود الضحيه، يفصل في قضيه بحكم انه شهاده شهود الضحيه قام المتهم قام بسب الشتم الضحيه. في حال غياب شهود، حاله غياب شهود تعود السلطه التقديريه الى القاضي الحكم، ياخذ بعين الاعتبار المتهم هذا ان كان عنده سوابق عدليه او دي زونتيسيدون جوديسيير او متعود من في على مثل هذه التصرفات، بدا ياخذ بعين الاعتبار هذه النقاط هذه ويفصل في قضيه. شفنا الظاهره الثانيه في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الرسائل النصيه، هنا يكون دليل، هنا يكون دليل بطبيعه الحال ف في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في مواقع التواصل الاجتماعي هناك كومون ديراج هناك نسبه ضئيله من المجتمع اللي راهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ما انا في حقيقه الامر ما ياخذوش بعين الاعتبار بار اكزومبل في الفيسبوك ولا كذا، ما ياخذوش بعين الاعتبار هناك اجراءات خاصه حتى يمكن الفصل في مثل هذه القضايا. رسائل نصية ومكالمة هاتفية مسجلة نفس الإجراءات، لا يمكن الفصل في هذه الملف الوقائع أو الملفات في خصوص رسائل قصيرة، أو بل هناك إجراءات خاصة يمكن اتباعها للفصل في هذه مثل هذه الوقع أو القضايا. هل من حلول للظاهرة؟ هل من سبل للحد منها؟ وماذا يقترح الفاعلون للتقليل منها في ملاعبنا؟ على بالك ما بقاتناش هذيك الثقافة تاع السينما في الجزائر تاع التياتر، ما بقاوش هاد الصوالح اللي الناس ديفولي فيهم لي زوندروا دو لوازير، ما بقاوش صافي دير الله يحسن عاونهم. مي يا خويا ريح في الدار، ريح في الدار، روح الغابة خويا، وعلى تجي تصطاد سب؟ ما كاش كيما لا ناتور تاع لو بون ديو، روح ريح في لا ناتور، هذا ما كان. لكن اذا ناخذ من جانب يعني البسيكولوجي، طبعا هي المرافقه تاع هاد لي جون. اولا تكون مرافقه في البيت باش نعلموا هاد لي جون بلي يقدر يعبر بالراي ديالو، مش بالسيف يعني الراي ديالو ويكون هو مليح، المهم يكون مع احترام. نفس الشيء في المدرسه، الحوار. حنا عندنا مشكل في المجتمع الجزائري انه ما كاش حوار، ما كاش حوار، ما كاش اتصال، كاين العرف اللفظي هذا اللي ما جاش طاحش مسمى. تعلموا في المجتمع هذا لو جو، وكان نركزوا يا حبذا انه يعني نركزوا على الحوار في البيت، الحوار في المدرسه، الحوار في المجتمع. نشجعوا الشباب انه يقوموا بانشطه، مش بالسيف لازم تكون رياضه، يعني مش بالسيف، عده انشطه علميه ثقافيه ترفيهيه تخلي الشاب راح يعبر عن النفس ديالو، راح يدير عمل التفريغ، يفرغ واش كاين في المكبوتات، ويكون هناك في اطار منظم مربيين، يكون متابعين مرافقين، يقول لي يعرف هذاك الشاب انه يقدر يعبر، يقدر يدير مشروع ويكون مؤطر، ويقدر يقول الكلمه ديالو بلا ما يستعمل يعني العنف اللفظي، وهذا عن طريق التعلم. دوك نقولوا التشريع الاجتماعيه تاع هذا الشاب اللي هي مهمه في المجتمع الجزائري. الحقيقه نظن ما كاش حلول، مؤقتا ما كاش حلول. الحل الوحيد الموجود الان التنديد ما يكفيش، لازم له قوه، لازم قوه الردع. شكون يملك قوه الردع؟ مؤسسات الدوله. هل مؤسسات الدوله تقدر؟ نظن باللي مؤسسات الدوله ضعيفه، ماهيش قادره انها تقاوم كامل، لانه هي جزء من المشكل. لو كان كانت ماهيش ضعيفه ما نظنش كنا نوصلوا للاوضاع كيما هذه. لو كان ما تساهلتش مع الامر هذا ما نظنش باللي ياخذ شرعيه بهذا المستوى. نظن باللي شوف نهار قلنا باللي مثلا الشارع، شكون ياثر الشارع؟ ياثروا الاب، يا الاب شكون راح ياثر الشارع؟ من المفروض كاين مؤسسات تاثر الشارع. كي تكون مؤسسات ما تحش اللمسه تاعها، وخاصه المؤسسات الامنيه في الشارع، في ضبط هذا السلوك، في ضبط الشجارات، الصراعات، الاعتداءات، هذا كله راح يخلينا نقولوا باللي رانا بعاد على حل الظاهره. مازلنا نمموا تعبيرات ولا نقدموا تمنيات فقط،
لكن باش تقدر تقضي على الظاهره هذه لازم استراتيجيه ولازم تمتلك ادوات حقيقيه باش تقدر تقاومها، لانه هذه الظاهره سهله الانتشار ويتوسع بشكل كبير جدا، وما عادش مربوطه بالملاعب، عاد مربوطه بكل الفضاءات وحتى بما فيها الاسره. طونك ما مديناش للفاعلين الاساسيين ادوات حقيقيه في ردع الظاهره ما نستناوش منهم اشياء كثيره. انا بالنسبه لي المصل للاستاد الملاعب هو فرض نوع من الحماية للعائلات، بمعنى أنه نطلب من نشجع العائلات للذهاب للرياضة، وفي الوقت نفسه الرياضة يجب أن لا تكون مباراة في فريق مع فريق، يجب أن نضيف أشياء أخرى، معنى نضيف منعرف حفلة، نضيف أشياء جديدة حتى يمكن أن يحدث التلاقي والتواصل بين الأطراف. هناك سلوك يعني حضارية كي ما تكونش تعجبك كيما تكون تعجبكش حاجه، ولا سواء ملاعب ولا مدرب ولا رئيس ولا تسيير فريق، كان هناك امور حضاريه يعني فيها يعني الـ 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 فيها شغل الخير اكثر من امور هذيك اللي ما فيها حتى فائده. انت واحد كيتسبو ومن بعد يولي هو يدير نتاك حايب حاجه، يقدر يولي يدير ضد هذيك الحاجه. من لا فيزيون تاعي ومن وجهه النظر تاعي ما نقدرش نمثل يعني الاوروبيين بينا حنا، لان حنايا رانا في مجتمع مسلم، والمجتمع المسلم صح ماشي ما انك انت مسلم انك انت ما تغلطش ولا انت ما تقدرش تطيح في مشاكل ولا تصراو لك مشاكل تغلط، لكن كاين حدود، كاين يعني كاين وين الانسان يحبس كما يقولوا وما يزيدش في الكارثه، يعني ليميتي الديقه اللي راه فيها. وهذه هي ان شاء الله واش غنقولوا، نقولوا حنا كاين هناك امور يقدر المناصر يتعامل بها، هي تساعد المناصر وتساعد اللي راهو في المحيط كاع. حنا اون كومونسي ديجا على بهذا على الانيشيتيف باش ندخلوا لي فامي الستاد وذاي معاهم باش نحاربوا هذه الافات، وان شاء الله لازم لا كلوب كولابوري افيك تو الموند باش نديروا اليد في اليد باش نحاربوا هذه الافات ان شاء الله على فينير ما يكونش هذا الشيء. جوستومون شفناها نقصت في الستاد تاع تيزي وزو. اي لازم واحد يخدم على هذا الشيء باش تنقص، لازم نوعيو اللي جون هذا لما يجوا للستاد، لازم نوعيهم بلي الفوتبول سي ان سبيكتاكل سي ان لوازير سي جو سو ريكتونغل فير. واحد كي يجي للستاد لازم يجي باك وكي سوتيا سون ايكيب، ماشي باش يسبها ولا يسب ليكيب ادفيرس. ما يشرفش كما يقول لك الكره الجزائريه. كاين بعض الخيرين يتكلموا يقولوا علاش راك تسب، يقول له انا راني مخلص التيكي تاعي. بالنسبه ليه هذاك يعني التذكره اللي يدخل بها الملعب يقول واش يحب. ولهذه الاسباب على رجال الامن المتواجدين في الملاعب وعلى مشجعين الفرق الحقيقيين وعلى اللي يعني ما يسمى بلي ستادي باش يقوموا بالدور تاعهم ويروحوا يشوفوا واحد، لان دائما تصيب واحد يعني الاشخاص هما اللي اثروا في لي تريبيون على لي غاليري، يروحوا ليهم واذا يعني تحتم الامر يعني يدوهم، لان هادو سي دي زانستيكاتور وهادو ما جاوش يشوفوا كره القدم، لان بعض المناصرين والله 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 العظيم ما يعرف علاه راه يسب وشكون اللي يسب. ملي يدخل هو يسب باش يسب هذا مكان. انا نتمنى مني انا الى كل الاخوان والاخوات باش نشدوا لساناتنا، واذا كان هذا اللسان يتكلم في الخير، يصلح ذات البين، ينهى عن الفحشاء والمنكر، يدي يعني يقول الكلام اللي ينفع المجتمع واللي ينفع البلاد والعباد. Il faut avoir des sanctions parce que l'unf al-laf di tani qui m'a l'unf qui m'a l'jazadi, donc c'est pas c'est presque la même chose. Donc on est un pays musulman, ils vont mieux les yaf al-dar khilo. Ils chauffent la flatte et les yaf bin ou bin roh. Si Europa stade, ils roh y dire touche, mais les supporters m'a l'or. Mais d'akhlo, ma sautao. ما تشوفش ما سبوه، تشوف غير لي ستادي. حنا البروبليم لي ستادي كومبلي، لي ستادي ديجا هما ديجا يديروا مشاكل.
وما ادراك اللاعب، اللاعب بالك يكون يلحب يربح، يكون منرفز، يسمع سبان من عند جوال ولا من عند الاربيت، الاربيت يدير كوارث، الاربيت بم الاربيت انسان، الاربيت يغلط، زعما نقولوا الاربيت مرقها غلط بزاف، انت اوتونك جوال بالك تسبو، من بعد كيتسبو يعطي كارطو، من بعد لي سيبورتور ينوض، ومن بعد تبدا تنوض. سمعنا جاب لي ربي الفوميو الواحد يكون ثقيل بارد، يكون رزين، ينحي السبان، يخلي القدر. هاد الآفة هادي الظاهرة هادي ما عبالك صافي ديزاني والناس تهضر عليها والناس يهضروا في لي بلاطو يهضروا، الناس دارت داروا دي زيميسيون على جالها وكامل ميان نشوفوها توجور ما نقصدش. باسكو علاش دوكا سيبورتير نشوفوا لي جوار يتسبوا، مسلك حتى واحد لي جوار يتسبوا، لي زونطينور يتسبوا، لي بريزيدون يتسبوا، الناس كاملة يتسب، تما ما كاش لي سلك. انا واش قلت لك هاد الافه هادي ما فهمتش انا علاش تصيب دي سيبورتور يجوا للسطاد، بالك عندهم دي بروبليم في الدار، واحد عنده بروبليم مع مرتو، واحد بالك عنده بروبليم مع اخوه مع باباه، يجي فرغ زعافو في لونترينور، يجي فرغ زعافو في جوار. هي لا لا هي ما هي الا كره قدم، وعبالك بلي سيبورتور اللي كان يدخل في راسه بلي الفوتبول هذا فيه الرابح وفيه الخاسر، ما كاش كاع الناس تحب تربح، ما حنا ملي جوار نحبوا نربحوا، ملي زونترينور يحبوا يربحوا كاع من نحبوا نربحوا. يلا غالب هذا هو الفاضيه قانون الرياضه هذه، كره القدم فيها الربح فيها الخسر، لازم الانصار هذو يتقبلوا الخساره، كنا النهار يولوا الانصار تاعنا يتقبلوا الخساره ويتقبلوا تنقص هذه الظاهره. الكلام اللي نوجهوه للمناصرين وحتى للاعبين المدربين المسيرين رجال الاعلام الاعلام، يعني باش يعني من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول يعني خيرا او ليصمت. يعني علاش نسب؟ نسب على كره، الكره نقدروا نربحوا نقدروا نخسروا نقدروا نطلعوا نقدروا نهبطوا، سنه الحياه، وكل فريق يهبط ولا يطلع. انت واش خسرت تقول لي حب الله سبحانه عز وجل، حب والديك، حب اخوانك، حب ولادك، ثم الفريق وكره القدم. كاين اللي يقول لك انا مهبول على كره القدم، لا انت مهبول ماشي على كره القدم. انا نقولها ونعاودها، كاين اللي يقول كره القدم يتكلم عليها كانما راه يتكلم على الجنه والنار، كانما راه يتكلم على المستقبل تاع الحياه. كره القدم سيت اون باسيون. الدول المتقدمه اللي احنا بزاف نضربوا بها الامثله يروحوا للملاعب يستمتعوا باداء كره القدم. تقول لي هنا ما كاش اداء كره القدم، ما كاش مناصرين، ما كاش مسيرين، ما كاش لاعبين، ما كاش مدربين. يعني سيتان تو هي منظومة. إلا تحاول تشوف كرة القدم، دابور أنا نكون متفرج صالح باش نقدر نتفرج هذاك الأداء اللي يكون متميز. بصح ما يقدرش تكون عندك الأداء المتميز وأنت داير هكذا وتسب، كي تجي كي تشوف طير في السماء طير يقول لك هذا لا طار منه، هذا فال شر. يعني الناس تتكلم وهذا ما كان. لهذا الأسباب هذا العنف اللفظي يؤدي إلى كثير من المتاهات اللي توقع بار لا سويت. نتمنى هذا الكلام اللفظي وهذا العنف اللفظي ما يكونش. هذا يعني إلى حبينا نتقدموا نديروا أن باري، نقولوا اليوم مقابلة بدون سب ولا شتم. أنا ديجا حالي سمالما، هالناس قاع على بالهم أنا جامي طيحت في الصطاد ولا جامي ديت كارتون. العام اللي فات 30 ماتش ديت كارطون واحد، العام هذا ديت كارطون واحد على جال تضيع برك الوقت شويه، باسكو انايا كنت نضيع شويه وقت، دوكا اليوم هذا ما نزيدش نضيع الوقت باسكو لو فوتبول مودرن سي دي مودي تضيع الوقت بوران غارديان بيتحكمها وتطيح. بون بريمير مود تبيكي في الشعب كي تبدا تضيع الوقت ولد العنف، تبيكي في لادفيرسير، تبيكي في لاربيت يعطي كارطون روج. وانا ديجا تزيلي بلا اللي نحيي بهذه المناسبه هو اللي دخلها لي شغل، مالغري نكونوا رابحين 2-0 ونربحوا 1-0 تكون 70 دقيقة العب تحكم الطيح العب في ديريكت لولونس. هذا هو لو فري الفوتبول، لو شارم تاع الفوتبول سي لا كونكورونس، لو بليزير، فيكتوار، ديفات، هذا هو الفوتبول. ان شاء الله يا ربي هاد الناس ربي يهديهم على اشباه الاشخاص اليوم يسبوا في لي تيران ولا يديروا مشاكل للكلوب تاعهم، باسكو حنا في الجزائر هذه هي معروفة في الجزائر كيكون فريق او يمشي بيان لازم يجوا يديروا له مشاكل، يحبوا هكا من عند ربي خو واش نديروا ولا واش ديروا لهم خو من عند ربي. هذه ظاهره يعني ظاهره هذه يعني والله ما احنا مجتمع مسلم يعني ما تكونش هذه، يعني الناس لازم تتعقل ولازم مازال ما عندناش ثقافه تاع نتقبلوا الهزيمه. حنا المناصر الجزائري يتقبل غير الفوز،
في كرة قدم فيها تعادل فيها هزيمة فيها يعني فوز، لازم نتقبلوا هذا، كي نتقبلوا نعودوا نتقبلوا النتائج ونصفقوا على الفريق المنافس باش يربح في ميدانك، تشجع هذه هي الروح الرياضية، تصفق عليه كان أحسن منك فاز عليك، كما تقدر تكون أحسن من الفريق الآخر في ميدان تفوز عليه، هكا تعمل الروح الرياضية في الملعب وينقص هذا العنف هذا اللفظي هذا اللي راهو يعني ظاهرة ما تشرفناش خلاص. Faut qu'on, je sais pas, c'est une question de mentalité, c'est une question de, d'éducation, bien sûr. Moi, demain, boulanger, il vient, il me fait un mauvais pain, je vais pas l'insulter. C'est exactement pareil, un joueur fait une mauvaise passe, on peut pas l'insulter. On peut pas insulter un gardien parce que c'est le gardien, il fait un dégagement et on peut pas, c'est pas concevable. Donc, faut faire un, je pense, un travail sur soi-même, même si c'est très très difficile. Il faut que quand il y a une personne plus ancienne qui voit un petit abruti insulté, tout ça et tout, ben, le remettre en place. Et je pense que c'est comme ça que ça continuera. On a un pays avec des gens formidables, il y a de tout. Même les plus méchants ont quelque chose de bon en eux, je le sais. Maintenant, il faut aller dans ce sens-là et essayer d'arrêter ces bêtises-là parce que ça ternit le football et ça blesse des gens. هذا وتعالت أصوات مختلف الفاعلين والأئمة والدعاة لوقف هذه الظاهرة الشنيعة، لعل وعسى تلقى أذانا صاغية. أظن باللي ظاهرة يعني ظاهرة سلبية، الله عز وجل يقول في محكم تنزيله وبالوالدين إحسانا، إن شاء الله نتمنى هذه ظاهرة تزول على الملاعب. نداء كل جماهير جزائرية إن شاء الله يكفوا على سب الوالدين وسب يعني ذات الله عز وجل، ان شاء الله هذه ظاهره سلبيه ان شاء الله ما نزيدوش نشوفها في الملعب الجزائري، لان بالنسبه لهم الملعب يقول لك انا جيت لهنا نديفولي، روح ديفولي في لونترينمون، روح ديفولي في امور خيريه، روح ديفولي في يعني باش دير الخير، باش تروح تزور الفقراء والمساكين، روح للغابه زقي في الغابه دير واش بغيت، ولكن ماشي ديفولي تسب في الناس. هناني الشيء هذا شيء خطير وخطير جدا، لان اعمال العنف تبدا من هنا. السبان هذا على بالك راهي حاجه ما تشرفش الانسان، يعني ما تخليناش نشوفوها انه اللي في خاطره تخرج الشمس، وفي خاطره كاين الشتاء، وفي خاطره تخرج الحبه تاع الدلع من الارض، يعني هذا الانسان هذا هو نعمه كبيره ربي، يعني طالو قيمه كبيره كبيره جدا، يعني احنا ماذا بينا الانسان يوصل لدرجه الانسان. وهذه النعمه اللي طهرنا ربي، يعني نعمه الكلام، لازم الانسان يتعلم يخرج مخارج الحروف تاعو تكون نقيه، يعني لما الانسان يتكلم مليح الكلمه تاعها ينظفها قبل ما تلحق للوذن. يعني باش باختصار هذا السبان هذا الانسان اللي يسب الام واللي يسب الله سبحانه وتعالى، يعني هذه حاجه خطيره جدا. نتمنى انه الشبان احنا الجزائريين يعني يتفاداو هذا الامر هذا وربي يهدينا ان شاء الله الخير. ماهوش تقاليدنا، ماهوش صوالحنا هذو، صافي اللي يجي يشوف يقول لك هذو ماشي مسلمين. تجي تصطاد تفرج كنت نقول لهم يقول لك المسلم اخلاق ولا صفات المسلم شنو هي؟ ان يكون متربي وخالق هكذا، بصح كي يجي يتفرج تصطاد ماهيش صفات المسلم هذه، شنو نقول لك؟ انا بور موا لازم امور كبيره يديروها الدوله بل نقدروا نقصوا من هذو الامور. مشكل كبير هذا، وفي بالي ما عندوش دواء. الدواء الوحيد نقول لك ضرب الحيط من حديد. Les solutions, l'العنف اللفظي, c'est ce que j'ai dit, il faut revenir à la base, il faut revenir à la famille, il faut apprendre à communiquer, parce que قلت لك العنف اللفظي هذا pour eux c'est un mode de communication. واحد يجي يزقي هكا عنده c'est normal, parce que هذا واش والف هذا واش علموا له. Donc حنا c'est à nous les parents, les personnes responsables des enfants, نعلموا لهم باللي الاحترام. Il faut respecter, se respecter, احترام الرأي الآخر. Il faut apprendre à communiquer باش يكون تواصل بصفة جيدة. لازم نحترم الآخر ونحترم الرأي الآخر باش ما نقعدش في voilà. Il faut revenir à la famille, surtout c'est important. سواء المهم الأنصار، لاعبين، حكام، مسيرين، اسمها كاع الأسرة الرياضية. نتمنى إن شاء الله منهم كاع يغيروا الأسلوب تاعهم. يعني الدين تاعهم يزيد يكبر، لازم نطوروا الكرة القدم الجزائرية من هذه السلوكات اللا أخلاقية نقولوها. احنا إن شاء الله نتمنى تزول نهائيا من الملاعب
ونقتادوا دوك احنا ولينا نقتادوا بالكفار نورمالمون هما يقتادوا بنا احنا كمسلمين. احنا كي تشوف الملاعب الاوروبيه ونديرهم رايحين للمسرح تشوفهم يروحوا اون فامي تشوف تشوف واحد لواحات ما شاء الله. نتمنى هذيك تكون احنا عندنا مسلمين باسكو احنا اللي اولى بها. احنا الاخلاق لازم احنا اللي نمدوا المثل بها. ان شاء الله تكون اذان ساغيه قلت لك خويا رضوان وان شاء الله تزول هذه الظاهره نهائيا من الملاعب الجزائريه ان شاء الله. شوي كونتر واحد يكفر بربي يطيح اللعب يجبد له يماه مرته اخته عيب باسكو كاع كيما يقول لك كاع المناصرين ولا كاع بني ادم عندهم الوالدين تاعهم عندهم زوجات تاعهم اللي ماشي مزوج عنده اخته اللي ما عندوش اخته عنده اخوه ما عندكش اختك واخوك راك رايح تتزوج وتجيب طفله وتجيب ولد ربي ربي راهو هنايا غدوه يجربك كيما راك تدين وراك تسب ولا خذ غدوه ربي يعطي لك ولادك يدوروا عليك ويزعفوا عليك ويديروا لك مشاكل معناتها كما تدين تدان معناتها انسان قد ما يحسب روحه حاجه كبيره دير روحك باللي توجو انت انسان صغير وما كان والو في هذه الدنيا باسكو كاين الخالق هو اللي كيما خلقك كيما يديك و جو بونس باللي هاد ماشي مطبوعنا من طبيعتنا باسكو احنا مسلمين واحد اللي يخاف الله يدير الخير ما عينا ولا نحبوا نطلعوا النيفو تاع الكره القدم احنا نعرفوا غير نشكي وما عندنا شامبيونه ما عندناش ايكيب ناسيونال ما عندنا الاخر وزيدنا دخلنا في العنف الور كاريتا دوك ما راحش كاع نفريوها ان شاء الله برك كيما يقول لك نجوزو كيما يقول لك اين ابيرسو باسكو بزاف لك شايف تفضحنا بزاف هاد العام الاخرين هاد العامين الاخرين ان شاء الله نكونوا اكزومبلير باش نمدوا لو بون ايماج على لو سبورتيف الجيريان لي سبورتور ما بيناتهم يتعاونوا هكا يديروا دي بوبليكاسيون يديروا هكا منشورات باللي نحبسوا هذه الظاهره تحبس هذه الظاهره وتاع الشتم باسكو علاش شكوننا حيخلص خويا شكون خويا رضوان الشعب هو حيخلص الانصار هما حيخلصوا رانا شفنا واش صرا في قسنطينه واش الانصار ماتوا مساكن تغيرك عمرك كوما مناصر يجي يشوف فريق القلب يموت نتمنى ان شاء الله هذه الظاهره تروح نوجه الرساله نقول لهم ان شاء الله يا ربي ربي يهدينا كاع كيما رانا ونحو هذه الظاهرة ونكونوا متقالوا كما يقولوا نتحلوا بالإسلام تاعنا ديجا هذا ربي حرم هذه الصوالح واحد يفكر قبل ما يسب ولا يسب الخالق هو اللي خلقه على كل حال ولا تسب الوالدة يماك يعني واحد اللي ما يحملهاش ولا ما يتمنهاش واحد يسب له الأم تاعو ما يتمناش هو نفسها باش يسب أم تاع واحد أخرى من غيره لأن هذه الظاهرة من موسم لموسم ومن سنة من سنة عدة سنوات رانا نشوفوا فيها لازم نكونوا واعيين ونبداو يعني نقصوا من هذه الظاهرة لأن في اليد في اليد باش نتقدموا للامام ماشي نعاودوا نوليو للوراء لانه كل سنه نتكلموا على نفس الظاهره وما شفناش تغييرات، التغييرات لازم تكون في الاذهان ليست الا في اللسان. احنا ما فهمناش احنا قبل كل شيء وقت اللي نشوفوا الله يبارك عدد لي موسكي الجوامع ونشوفوا الناس معناها اللي تصلي والناس اللي تعرف ربي ونعرفوا احنا كنا مسلمين ونسمعوا اشياء غير لائقه من غير حتى سبب. ربي يهديهم هذا ما نقوله مي il devrait y avoir des sanctions معناها pour باش تخف الاشياء هذوما على خاطر مش من المعقول انسان يحاول يعطي كلش في التيران جون ونمبورت كي يجي وينجم يجبد له امه وابوه ولا حد من العائله واحنا نعرفوا اللي سيرتو الامهات عزيز علينا بزاف واي واحد ما يتمناش اللي معناها امه تكون كيما نقولوا مجبوده سيرتو عندنا ناس اللي معناها فقدت الامهات نتاعها وتنجم تتاثر بزاف سواء معناها من اللاعبين ولا من المشرفين على كره القدم. على باز لو فوتبول سي في بور C'est fait pour nous divertir. Qu'il y ait des familles, qu'il y ait des... Mais malheureusement, des fois, ça ne se passe pas bien. Et c'est mieux pour les familles qui restent à la maison et qui regardent le match à la télévision. C'est vraiment dommage. Le football, c'est le spectacle numéro un ici en Algérie. Qui est énormément suivi. Il y a des gens qui vivent le football qui, et pourtant ils n'en font pas. Mais ils aiment, par exemple, ils aiment supporter une équipe. Et c'est dommage que ça se dégrade comme ça. S'il vous plaît, dégradez pas l'image du football, surtout en Algérie, parce que
c'est des images qui peuvent faire le tour du monde. Et essayons de garder l'Algérie propre, l'image de l'Algérie propre, le football de l'Algérie propre. Et avançons ensemble, inchallah. سبان هذا لازم الناس يديروا في بالهم باللي لي جوار هذا دوكا بون مالغري كو لي جوار راهم شغل موالفين وراهم شغل متقبلينه مي اون فيريتي شغل حاجه عيانه وهاد لي جوار هادو ما راهم عباد كيما الناس اللي راهي في السطاد سي لا ميم شوز عنده يما عنده بابا ودي فوا تكون يما كيما نقولوا حنا الام عزيزه دي فوا يكون عنده يما ميته منا دونك هذه حاجه اللي تقيس بزاف جيسبر ان شاء الله جيسبر ان شاء الله هذه الظاهره هذه تنقص وبال كما نقولوا بالحملات هادو ما كاع جسبا ان شاء الله الناس تفهم وتنقص هاد الظاهره. انا نقول باللي خلاص رانا في 2019 الناس يتطور الناس لازم نتبعوا ناخذوا امثله على الاوروبيين نشوفوا الناس يتشوف لي ماتش تشوفوا الناس كاع يتشوف لي ماتش تيبورتي ريال مدريد برشلونة ميلون لينتر انا نقول باللي هاد الحاجات هادو ما نورمالمون يحبسونا منهم من العنف باسكو حاجه ما تجيب والو سواء البلاد سواء الفاميلتك سواء ليك نتايا بيرسونالمون انا نقول باللي حاجه اللي نقولها ربي يهدي الجزائريين باسكو تتفر غير فيك هاد الحاجه ما راح تفيد والو سي بور سا ندير نداء للجزائريين باسكو حنا كي تجي تشوف بالك على باليش انا 90% تلقاهم سيدي جومبيا ناس ملاح قلبهم حنين انا نقول ربي يهديكم وهادي تاع سب الامهات وكذا باسكو حكايه هذه عندها واحد 5 سنين وهي الدور انا نقول باللي حشمه باسكو ما حتفيد والو غدوه ان شاء الله انت ديرها في عمرك اسكو تقبلها ولا لا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله طبعا هذه الظاهره يعني ظاهره سب كما يقولوا يعني مما عمت بها البلوى في المجتمع تاعنا ولا في كثير من المجتمعات وهي ظاهره يعني حاجه خطيره جدا ونقدر نقول يعني هي مصيبه اذا حلت يعني بالمجتمعات فتفتكها وتقضي عليها هاد الظاهره يعني تاع سب الله عز وجل وسب الوالدين وسب الدين يعني امور يعني الانسان في الاصل اللي يامن بربي ويامن بالدين هذا ويامن بمحمد صلى الله عليه وسلم يتفكر هذا الرب اللي خلقه وهذا الاله يعني اللي خلقه واعطاله السمع والبصر وهذا الصحه اللي عنده يعني لما يجي يسبه يتوقف يعني يسب الدين ولا يسب الله عز وجل ولا واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسب يعني الوالدين تاع انسان اخر فليعلم انه يكسب يعني الوالدين تاع هذاك الانسان يعني حتما سيجيب السب او ياتي بالسب يعني حتى لوالديه وشكون فينا يعني يرضى انه يسب له والديه فالانسان دائما يحرص ويبتعد على هذه الافات فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يحب الفاحشه المتفحش البذيء وكان عليه الصلاه والسلام من اخلاقه انه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الاسواق فهذا الصخب هذا الانفعال هذا الانفعال النفسي داخل الملاعب لا ينبغي أيها الأبناء أيها الشباب لا ينبغي أن يؤدي بكم إلى الإسفاف في الأخلاق إلى النزول إلى هذا الدرك هذا الدرك الأخلاقي السافل حتى ينتشر وتصبح ظاهرة ظاهرة الشباب الفاحش ظاهرة الشباب المتفحش ظاهرة الشباب المتعدي على حرمات الله عز وجل ينبغي عليكم أن تمثلوا الشاب الجزائري الذي لا يحترم الأخلاق يحترم العائلات يحترم البيوت يحترم الحاضرين فهكذا حتى يعني يكون تجاوب الناس معكم بكل صورة صحيحة ومحترمة والمخلص الوحيد الذي يمحو الله تعالى به الكفر بعد ثبوته هو توبة المذنب وذلك برجوع العبد إلى الله تعالى ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين والله تعالى يقبل توبة العبد من جميع الذنوب الشرك فما دونه لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقوله تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وقوله تعالى
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ومن شرط التوبة أن يخلصها لله تعالى ويتحسر على فعله ويندم على ما اقترفه وأن يقلع عنه ولا يسر عليه. حاجة نقول لأني ماربيكي أنا طلعت ونوت على هذه الكي بس وصلوني مامني بزاف أحسبي الله ولي ماك والله ماني سامع له ليش قلت لي في ما والله ماني سامع له. نهدي الفوز هذا للوالدة تاعي إلهي ميتة وسبوها لي بزاف في الصطاد، دونك أنا الفوز هذا ما نهديه لحتى واحد، نهديه ليما وإن شاء الله ربي يرحمها. عجبوا رمارسي أنتم تالي قال أحدهم في رثاء كل أم فارقت الحياة، نهارت فينا قلبي معاك يا العزيزة تدفن، ما قدرتش نشوف الحنينة قدامي مغطية بالكفن، نبكي عليك كل دقيقة قدام الناس نتبسم، نقول لك الله يرحمك هذه حقيقة باش ما يقولوش راهي تمسكن، 9 شهور وأنا في كرشك بعدهم باش ربيتيني تعذبتي، واحد ما حس بعذابك شحال من خطرة مسحتي دموعك قدامي وتبسمتي، كنت كين فرحت فرحي وكين فرحك تزغرتي، كنت متمني وتمنيتي تحضري فرحي ونسمي عليك بنتي، المكتوب كتب وظلامت حياتي، حلمي نزيد نشوفك يا لو كان دقيقة، والحقيقة انتي توفيتي، توحشت ريحتك في الدار، توحشت نعنقك، توحشت نفرحك، توحشت نظرة من عينيك تونسني كي نكون نفطر، توحشت نرقد بين حضانك كي يحكمني السطر، توحشت كلمة توليدي ادخل للدار اللي الواعر، توحشت نسلم عليك في العيد توحشت يا ما تصغر، توحشت كلمة توليدي صلي صلاتك راه قال الله أكبر، توحشت نقول لك يما نبعتك المكة كي نكبر، توحشت نصيحتك كون في حل واصبر ومشي بالنية بالك تخدر، ما لا سامحيني كي نجي نسقي بدموعي القبر، قطع الياس ما قدرتش نوالف، ظلموني بزاف ناس وفراقك خلاني خايف، جامي ننساك راكي في بالي وراني حالف، نخطي المشاكل ما ندير الحسايف، ما تخافيش ما نوشمش اسمك في يدي ندعي لك ونقرأ عليك القرآن، يفكرني فيك القمر يا الغالية وجهك منور، حقروني بكلمة يتيم نساو باللي ربي سامع العالم، حقروني وبقيت عاقل في خاطر اللي رباتني، حقروني وبقيت راجل كلمة يتيم زادت قراتني، المكتوب فرقني عليك نهار الجنازة، مملوك كان قعدتي 100 سنة جامي نحطك في دار العجازة، هذا مكتوب يا ربي لقيني بها يوم القيامة، حاب نعنقها ونزيرها على قلبي ونقول لها توحشتك يما. مشاهدينا الأفاضل إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الروبورتاج الذي نتمنى أن يلقى أدانا ساغية، نعلم يقينا أنه لا يمكن القضاء نهائيا على ظاهرة العنف اللفظي، لكن يمكن التقليل منها عن طريق تضافر الجهود، نلتقي بحول الله في عمل آخر، السلام عليكم.